المحاضرة إن شاء الله نتكلم عن حاجة اسمها تغيرات رمية. يعني أنتوا لما بتقروا تقرير، أنا كل اللي عايز حضرتك تعرفه من محاضرة النهاردة، أنا عايز حضرتك تعرف من محاضرة النهاردة إزاي تقرأ تقرير الطبيب الشرعي وإزاي تناقشه في التقرير، لأنه في بعض الأحيان قد تكون هناك ثغرات في التقرير، فحضرتك كيف تستغل هذه الثغرة؟ ده هو ده دورك الحقيقي. فأنا بس ده هدفي النهاردة، أن أنا أوصل لك هذه المعلومة. إن شاء الله لو نجحنا فيها هتبقى حضرتك تستطيع بسهولة جدا قراءة تقرير الطبيب الشرعي وفهم كل جملة مقصودة من كلام الطبيب الشرعي. كلمة رمية نقصد بها إيه؟ أي حاجة تحدث بالجثمان عقب الوفاة. أي جثمان بعد الوفاة هيمر بأربع تغيرات رمية. الأول طبعا أنا شايف إن حجم الإناث كتير، بس معلش أنا عارف إن الإناث يعني بيبقوا أقوى من الرجال كتير، فهيشوفوا صور معلش صور شديدة شوية، بس أنا تعودت إن الستات بتتحمل أكتر من الرجالة في الصور. المهم أول تغير من تغيرات الرمية هو بيحدث تغير في درجة حرارة الجسم. فأنت هتلاقي في كل الأحوال درجة حرارة جسم الإنسان وإحنا عايشين 37 درجة مئوية. إيه اللي بيخليها كده؟ أول حاجة في حاجة اسمها مركز تنظيم درجة الحرارة الموجود في المخ، وفي عمليات الأجسدة نتيجة الأكل والشرب اللي إحنا بناكله، فده بيحافظ على درجة الحرارة عند 37 درجة مئوية. لما بيتوفى الإنسان مركز تنظيم درجة الحرارة مش شغال، عمليات الأجسدة توقفت لأن مفيش أكل وشرب، يوم يخضع أو تخضع درجة حرارة الجثمان للوسط المحيط بيه. فلو احنا قاعدين في جو زي الجو المعتدل اللي احنا قاعدين فيه دلوقتي، درجة الحرارة جوه القاعة من حوالي من 20 ل 25 درجة مئوية، هتلاقي ان جسم الانسان ده او الجثمان ده يبتدي تنخفض درجة حرارته في كل ساعة درجة حتى تتساوى درجة حرارة الجثمان بدرجة حرارة الغرفة. يبقى اول معلومة هنعرفها ان درجة حرارة جسم الانسان في الجو المعتدل هتنخفض في كل ساعة درجة حتى تتساوى بدرجة حرارة الوسط الموجود فيه. تاني تغير من التغيرات الرمية حاجة هنسميها الرسوب الدموي. هتقرأها بعض التقارير الزرقة الرمية، ده مسمى خاطئ، لكن المسمى الصحيح هو الرسوب الدموي. يعني ايه رسوب دموي؟ الرسوب الدموي لما يبقى احنا عايشين القلب بتاعنا المفروض ان هو بينبض حوالي 70-72 دقة في الدقيقة، بيوزع الدم على كل أنحاء الجسم ويرجع له زي ما قلت لك 70-72 مرة في الدقيقة. لما تحدث الوفاة القلب الدم اللي في الجسم بينزل بفعل الجاذبية الأرضية للأجزاء السفلى من الجثمان. فإذا كانت الجثة متعلقة في حالة شن هتلاقي رسوب الدم ونزل فين؟ في الرجلين، في الطرفين السفليين. الحالة اللي انت شايفها كده الرسوب الدم، الحالة نايمة على ظهرها، يبقى الرسوب الدموي هيبقى فين؟ في الظهر. طب احنا بنستفيد ايه من الرسوب الدموي ده؟ اول حاجة ان هو بيدينا فكرة مبدئية عن الزمن اللي مضى من الوفاة. بمعنى ايه؟ ان الرسوب الدموي ده بيظهر في موضعه بعد ساعة لساعتين. هو فين الرسوب الدموي؟ هو الجزء المحمر اللي انت شايفه ده كله. الجزء الابيض ده ابيض ليه؟ لانه كان مضغوط في الارض. طيب يبقى مجرد ما شفته كده معناه انه فات من ساعة لساعتين. طيب الرسوب الدموي ده هيثبت في موضعه بعد 6-8 ساعات. يعني ايه يثبت في موضعه؟ يعني لما اجيب اصبع الابهام ده وادوس على الحتة الحمراء المحمرة دي اللي فيها الرسوب واشيل صبعي الاقيها محمرة زي ما هي، معناه ان الرسوب الدموي ده ثبت في موضعه، يبقى فات على الاقل من 6-8 ساعات على الوفاة. نعم؟ على الوفاة، من الوفاة. طيب لو انا دوست بصبعي وشلت صبعي لقيت مكان صبعي بيض، معناها ان انا لسه ما وصلتش لست ساعات، يبقى فات ساعة او ساعتين لكن لسه ما وصلتش لايه؟ لست ساعات. يبقى اول حاجة استفيدها من الرسوب الدموي ان انا عرفت الزمن اللي مضى من الوفاة. تاني حاجة استفيدها من الرسوب الدموي ان نعرف اذا كان حد حرك الجثمان بعد الوفاة ولا لا. يعني لو انا لقيت الرسوب الدموي في الجثمان في الظهر زي ما كده، زي ما انا شايفه كده، والجثه نايمه على بطنها، معناها ايه؟
حد حرك الجثمان. حركه امتى بقى؟ بعد ثبات الرسوب الدموي. شوفوا الستات اهو عالين اهو، هم اللي جابوه. يبقى بعد ثبات الرسوب الدموي بعد 6 لـ 8 ساعات لو انت حركت الجثمان هيفضل الرسوب الدموي في موضعه القديم. طيب بالمناسبه لو حد عايز يسال اي سؤال ممكن في ورقه صغيره ونجمع الاسئله في الاخر، ماشي؟ طيب طب لو حد حرك الجثمان بعد 3/4 ساعه، بعد ساعه، بعد ساعه الا ربع، نص ساعه، الرسوب هيبقى فين؟ ها؟ في المكان الجديد لانه لسه ما اتكونش، صح؟ مش كده؟ مش احنا قلنا بيظهر بعد مضي ساعه لساعتين؟ في بعض الاحيان هو ده الكلام بقى اللي انت حضرتك تفهم بقى بيه تقرير الطبيب الشرعي. في بعض الاحيان تلاقي الرسوب الدموي في موضعين مختلفين، تلاقيه في الصدر وفي الظهر، موضعين عكس بعض. مش معقوله الجثه تكون على صدرها وعلى بطنها نايمه في نفس الوقت، بس انت لقيت الرسوب في موضعين عكس بعض. ده معناه ايه؟ انه حد حرك الجثمان بعد ظهور الرسوب الدموي وقبل ثباته. يعني لو حد حرك الجثمان بعد 3-4 ساعات من الوفاه هنشوف الرسوب الدموي في موضعين مختلفين، ماشي؟ تالت حاجة هستفيدها من الرسوب الدموي ان انا اعرف، يديني فكرة مبدئية عن سبب الوفاة. يعني لما اقول لك هتلاقي في التقرير الطبيب الشرعي يقول لك الرسوب الدموي بلون احمر وردي. لون احمر وردي اللي هو اللي انت شايفه ده عندنا في الطب الشرعي يساوي الاختناق بغاز اول اكسيد الكربون. غاز اول اكسيد الكربون. ايه اول اكسيد الكربون ده؟ ده غاز ينتج من الاحتراق غير الكامل للمواد العضوية. يعني في الشتاء هتلاقوا ناس جايبين شوية فحم وقاعدين يتدفوا كده وقافلين الباب عليهم، يصحوا الصبح هتلاقيهم ايه؟ مخنوقين، ماتوا. كتير قوي قوي عريس وعروسة ليلة الدخلة دخلوا الحمام يستحموا، في مشكلة في المدخنة، سخان جديد لسه بيشتغل، حصل تسريب من اول اكسيد الكربون، الاثنين اتخانقوا وماتوا. كتير جدا من الوفيات دي اللي بتحصل. واحد راكب عربيه مكيفه وعنده مشكله في الشكمان، قافل الازاز بتاعه، حصل في ثقب في الشكمان بتاعه، حصل تسريب، يقوم يحصل ايه؟ اختناق. الراجل ده تلاقيه عمل حادثه وهو ماشي. يبقى ده كله نتيجه ايه؟ غاز اول اكسيد الكربون. انبوبه بوتاجاز، في تسريب انبوبه بوتاجاز برضه لو في تسريب هيحصل اختناق بغاز اول ايه؟ اكسيد الكربون. طيب هو غاز اول اكسيد الكربون ده المفروض ان هو مش موجود في الدم بتاعنا خالص، يعني جسم الانسان زيرو اول اكسيد كربون. بس اول اكسيد الكربون ده في مدخن السجاير بيوصل ل 9%. 9% في الدم بتاعه. انتوا لو شفتوا كده الرئه بتاعت مدخن السجاير مش هتشربوا سجاير تاني. لو مره كده نعمل لكم زياره للمشرحه عشان تشوفوا الرئه بتبقى شكلها ازاي بتاعت مدخن السجاير، مش هتشربها تاني. يبقى مدخن السجاير بتبقى اول اكسيد الكربون عنده يوصل ل9%. الوفاه تحدث لما تصل نسبه اول اكسيد الكربون في الدم 50 لـ60%. طب هو لما واحد بيخش الحمام وفي غاز والكلام ده، طب لما بيحس انه جاله شويه صداع وشويه، ما بيخرجش ليه؟ يعني ايه اللي بيخليه يفضل داخل موجود جوه الحمام لغايه لما يموت؟ لانه غاز اول اكسيد الكربون ده بيعمل حاجه مهمه قوي. بيعمل حاجه زي شلل في العضلات. فالشخص اللي بيتعرض لغاز اول اكسيد الكربون ده ما بيقدرش يخرج من المكان اللي هو فيه، اللي متعرض فيه لاول اكسيد الكربون. ولا يقدر ينده على حد ينقذه. ليه؟ لان العضلات بتاعتك انت عشان حضرتك تتكلم محتاج العضلات اللي بتتحكم في الاحبال الصوتيه تكون شغاله. فالعضلات اللي بتتحكم في الاحبال الصوتيه بيكون برضو اصابها درجه من درجات الشلل، فما بتقدرش تتحرك، وبالتالي لا يقدر ينده على حد ينقذه ولا يقدر يخرج من مكان عشان ينقذ نفسه. الرسوب الدموي في كل الوفيات المصحوبة بنزيف، يعني كل الإصابات الطعنية، كل حالات الطلق الناري، كلها بتبقى بلون باهت. يبقى مفيش الدم كله نتيجة النزيف خرج من الجسم،
هتشوف الرسوب الدموي زي ما انتم شايفينه كده، هتلاقيه تقراه في تقرير الطب الشرعي يقول لك النزيف الدموي الرسوب الدموي بلون بارد. الرسوب الدموي في كل حالات الاسفكسيا، اسفكسيا الشن، اسفكسيا الخن، اسفكسيا كتم النفس، هيبقى بلون داكن. يبقى كل حالات الاسفكسيا، كلمه اسفكسيا الاول تعني ايه؟ تعني عدم وصول الهواء المحمل بالاكسجين الى الرئتين فتره تزيد عن دقيقتين ونص لثلاث دقائق، دي الاسفكسيا. يبقى عدم وصول الهواء المحمل بالاكسجين الى الرئتين فتره تزيد عن دقيقتين ونص لثلاث دقائق. ثالث تغير من التغيرات الرمنيه حاجه هنسميها التيبس الرمني. التيبس الرمني، العضلات بتاعه الجثمان بعد الوفاه هتمر بثلاث مراحل. اول مرحله اسمها الرخاوه الاوليه، يعني اي جثمان بعد الوفاه تمسك دراعه كده ترفعه لفوق تلاقيه بيقع معاك كده، دي اسمها ايه؟ الرخاوه الاوليه. الرخاوه الاوليه دي هتستمر ايه؟ ساعتين. بعد ساعتين تبتدي العضلات بتاعه الوجه تتقلص تنقبض، ويستمر بقى هذا الانقباض في عضلات الجسم كلها لغايه ما يكتمل في 12 ساعه. تشوف الجثمان كده زي لوح الخشب مع احترامنا للانسان، تلاقي ايه الجثمان كده تحطه على كرسيين زي ما انا حاطه هو ما وقعش. ليه؟ لانه بقى تحول. الناس العامه يقول لك الجثه متخشبه، هو ده اللفظ، ده لفظ صحيح، ده اسمه تيبس رمي تام. الجثه خلاص كانك انت شايف لوح خشب قدامك. طيب يبقى الكلام ده تم في الصيف بعد قد ايه؟ بعد 12 ساعة. لما اقول لك التوقيتات اللي انا هقولها لك دي، لما اقول لك في الصيف 12 ساعة اضرب في 1.5 لـ2 في الشتاء، يعني بعد المنظر ده تشوفه في الشتاء بعد 18 ساعة لـ24 ساعة. ماشي؟ طيب يبقى اذا احنا مرينا اول ساعتين رخاوة اولية، وبعدين دخلنا في التيبس الرمي اللي هو انقباض العضلات اكتمل في 12 ساعة يستمر 12 ساعة أخرى حتى يزول. يبقى بعد 24 ساعة من الوفاة هيخش في المرحلة الثالثة اللي هي اسمها الرخاوة الثانوية. يبقى أنا عندي رخاوة أولية، تيبس رمي، رخاوة ثانوية. ماشي؟ دي اسمها التغيرات اللي بتمر بيها العضلات بعد الوفاة. تيبس الرمي كده، انتوا ناس بقى شغالين في القضاء، الناس يعرف ان انتوا بتتعاملوا مع حالات وكده، فيقول لك ايه، يسالك شويه بقى حاجات ايه، فانت تبقى قاعد في عزا كده تلاقي الناس بتحب حواديت الموت دي، بتبقى ايه شيقه شويه. فيجي يقول لك ايه، والله احنا لما دخلنا نغسل الراجل ده سبحان الله لقينا وشه منور زي البدر وهو فرحان انه رايح يقابل ربنا، وقد يكون البني ادم ده ضلالي واخرته سودة. هي اي واحد تبص عليه في اول ساعتين لازم تلاقيه بيضحك، واي واحد هتبص عليه بعد 24 ساعة لازم تلاقيه بيضحك. يعني اي واحد يكون في الرخاوة الاولية ولا الرخاوة الثانوية لازم تلاقيه بيضحك، لان الابتسامة بتاعتنا عبارة عن ايه؟ عن ارتخاء في العضلات. يبقى الابتسامة عبارة عن ارتخاء في العضلات، ففي الرخاوة الأولية والرخاوة الثانوية لازم تلاقيه بيضحك. طب بص على الراجل اللي أنت شايفه بيضحك في أول ساعتين ده، بص عليه بعد 3 ساعات 4 ساعات 5 ساعات 6 ساعات، يقول لك يا ساتر يا رب، بصوا عمل الأسود باين على وشه إزاي، بصوا هو نفس الراجل اللي كان بيضحك، اللي قال لك وشه زي البدر وفرحان وراح يقابل ربنا. هو القصة أبدا، هو دخل في إيه؟ في تيبس رمي اللي هو عباره عن ايه؟ تقلص في العضلات. يبقى اذا بني ادم بقى بيضحك او مكشر والكلام ده ملوش علاقه بعمله، ده له علاقه بايه؟ بالمرحله اللي هو فيها، اللي هو في رخاوه اوليه ولا رخاوه ثانويه. وانت حضرتك ممكن تشوف اتنين عمرهم 40 سنه، تبص في واحد تديله 60 سنه وتبص في الثاني تديله 20 سنه، واحد بيبتسم باستمرار هتلاقي فيه ارتخاء وشه مرتاح، واحد مكشر طول حياته تقول له نكته مكشر تقول له مش عارف ايه مكشر، فده تبص في وشه لازم تلاقيه معدي عمره 20 30 سنه. عشان كده لما الابتسامه في وجه اخيك ايه؟ صدقه. فدي حاجه ايه؟ مهمه جدا، الابتسامه بتريح عضلات الوجه.
طيب التيبس الرمي لما يصل لمنطقه الحوض هيحصل ايه؟ في حاجه اسمها الوعاء الناقل للسائل المنوي. الوعاء الناقل للسائل المنوي حواليه عضلات، لما التيبس الرمي يصل للعضلات اللي حواليه هيعمل لها تقلص، تقوم تضغط على الوعاء الناقل للسائل المنوي تروح تطرد السائل المنوي خارج العضو الذكري. يبقى خروج سائل منوي من العضو الذكري لا يعني اي شيء غير وصول التيبس الرمي الى منطقه الحوض، ماشي؟ لا يعني اي حاجه اخرى. اخر تغير من التغيرات الرميه حاجه هنسميها التعفن الرمي، يحدث نتيجه عوامل كثيره. اول مظهر من مظاهر التعفن الرمي هتشوفوه عباره عن اخضرار اسفل يمين البطن. تلاقي الحته دي ايه؟ مخضره. ليه الحته دي مخضره؟ لان الحته دي مقابل المصران الاعور. لو احنا قدرنا نطفي النور اللي في القاعه بعد اذنكم، لانه هي عندنا اضاءه جايه من الخارج عشان نشوف الصور يعني. يبقى في اخضرار اسفل يمين البطن، لان ليه؟ الحته دي مقابل المصران الاعور، والمصران الاعور بقى فيه كميه كبيره جدا من الجراثيم، وبالتالي هنشوف كويس قوي كده. وبالتالي هنشوف اول مظهر التعفن الرمي في الحته دي. بعد كده هنشوف حاجه، ايه؟ صوره مؤذيه ولا حاجه؟ خلاص يا جماعه، اوعدكم ان الصور اللي جايه كلها عاطفيه ان شاء الله. يعني هو لما جايين تحضروا محاضره طب شرعي متوقعين ان المحاضر جاي لكم ببوكيه ورد يعني مثلا؟ ما لازم يجي لكم بجثث يعني، يجي لكم بايه؟ طيب هتلاقي اول حاجه احنا قلنا اخضرار، بعد كده لا مش هينفع بقى، بس هتلاقي بعد كده حاجه اسمها ايه؟ تفلس الجلد. تفلس بالسين. يعني ايه تفلس الجلد؟ يعني تمشي ايدك كده على الجلد تلاقيه بيطلع معاك، ده اسمه ايه؟ تفلس الجلد. بعد كده تلاقي حاجه اسمها تشجر، عشان لما تقرا تقرير الطبيب الشرعي. يعني ايه تشجر؟ يعني الشعيرات الدمويه اللي تحت الجلد هتتحول للود البني، تبقى عامله زي فروع الشجر. ليه؟ نتيجه تغيرات في هيموجلوبين الدم. وبعد كده هتلاقي ده كان في لون الوجه، الوش هيسود. ليه الوش بيسود؟ لان المخ بيبقى فيه اكبر كميه من الدم، والدم ده وسط مناسب جدا للتعفن الرمي، فده بيساعد على ان لون الوجه ياخد اللون الاسود. وبعد كده هتلاقي جحوظ في العين، وبروز في اللسان، وانتفاخ في كيس الصفن، وانتفاخ في البطن. بعد كده اسبوع لعشر ايام في الصيف، ده بقى المخ اللي بيحلم وبيحب وبيكره. اسرع اعضاء جسم الانسان في التحلل هو المخ، يتحول الى عجينه رميه بالمنظر اللي حضرتك شايفه ده. ما عشان تعرفوا ان الانسان هو في الحقيقه ولا حاجه يعني، ولا حاجه، ماشي؟ ف يعني كلنا مهما كان سبب الوفاه بنتحول الى هذا المنظر. طيب نيجي لحاجة اسمها الذباب الرمي بقى. الذباب الرمي اللي هي الدبانة الزرقاء والدبانة الخضراء. لما حضراتكم كده تخشوا المقابر تزوروا ميت ولا حاجة، تشوفوا فيه دبانة حجمها ضعف حجم الدبانة الطبيعية تقريبا، لونها أزرق أو لونها أخضر. ده اسمه الذباب الرمي. الذباب الرمي ده بيشم ريحة الجثمان من على بعد 3 كيلو. بيشم ريحة الجثمان من قد ايه؟ من 3 كيلو. سواء كان جثمان انسان او حيوان او طير. تطير الدبانة دي تحط على الجثمان 300 ل 400 بيضة. هذا البيض بعد 12 ساعة، وخلي بالك بقى، خلي بالك بتحط البيض فين بقى؟
في كل الحواس، في مناطق الحواس، هتحطها في العينين، فتحتي الأنف، في الفم، في الأذنين، في المنطقة التناسلية. ماشي؟ يعني البيض ما بيحطوش إلا في المناطق دي. ليه بقى؟ لأن المناطق دي رطبة وعايز مية يتغذى عليها، فبيحط البيض بتاعه في المناطق الرطبة اللي هي بتاعت الحواس. فبعد 12 ساعة البيض ده يتحول لحاجة اسمها الطور اليرق الأول، وبعدين الطور اليرق الثاني بعد 24 ساعة، وبعدين 24 ساعة يتحول للطور اليرق الثالث، وبعدين يتحول لدودة. في كل المراحل ده هو بيتغذى على جسم الإنسان. وبعد كده بعد ما يخش بقى تحت السجادة ولا أي منطقة مظلمة، يعمل لك حاجة اسمها الشرنقة، تقعد فيها 10-12 يوم عشان تخرج لك دبانة جديدة وتمشي دورة الحياة مرة أخرى. طيب الذباب الرمي ده ليه ظروف ما بيطرش فيها. الذباب الرمي ما بيطرش في الظلام ولا في الأمطار ولا تحت 10 درجات مئوية ولا فوق 45-50 درجة مئوية. طيب لو جثمان مات بعد المغرب واتدفن قبل الفجر، كده مش هيجيله ذباب رمي، صح؟ لان احنا قلنا ذباب الرمي ما بيطيرش في الظلام. طب الجثمان ده التحلل بتاعه بطيء؟ لا. ليه؟ لان انا الكلام الذباب ده موجود فوق سطح الارض. لكن لو جثه ما جالهاش ذباب رمي، اول ما تدفن تحت سطح التربه في دود موجود، الدود موجود من سطح التربة إلى عمق متر ونص تحت سطح التربة. أي أرض في الدنيا موجود فيها هذا الدود، على طول أول ما يدفن الجثمان يشتغل عليه ويبتدي يحلل في جسم الإنسان. ليه؟ لأن جسم الإنسان هو جزء من المكونات اللي ربنا خلقها من أول الخلق، وهتفضل هي مستمرة زي ما هي، ولكنها تتحول من صورة إلى أخرى. يعني إيه؟ إن شاء الله يعني ربنا نفسكم النهاردة تبقى مفتوحة، ما تروحوا كده هتتغدوا تاكلوا لحمة ولا فراخ. ماشي؟ أنا متأكد في نهاية المحاضرة تبقى نفسكم مفتوحة، مش عارف. طبعا طبعا. فحضرتك لما أكلت اللحمة، اللحمة دي عبارة عن حيوان أو طير، وبعد كده الحيوان والطير اللي احنا كناه ده اساسا كان واكل نبات. ماشي؟ وبعدين احنا لما ندفن يجوا يزرعوا جنبنا شجرة صبار ولا حاجة. الصبار ده يتغذى على ايه؟ على الاملاح بتاعتنا، بتاعت جسم الانسان. وبعدين يجي حيوان ياكل النبات اللي اتزرع ده، وبعدين احنا ناكل الحيوان، وهكذا. هي دورة بتلف من صورة الى اخرى، لان الطاقة لا تفنى ولا تستحدث ايه؟ من العدم. هي بتتحول من صورة الى اخرى. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه، ضعف الطالب والمطلوب. وأنا أعتقد ده التفسير الصحيح للآية، لأنه العلماء كانوا بيفسروها على أنه الدبان لما بياخد حاجة من الأكل، لا ده بياخد جسم الإنسان. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه، ضعف الطالب والمطلوب. طيب بعد 6 شهور تتحلل جميع الأنسجة الرخوة، وتفضل العظام مرتبطة ببعضها البعض، يعني العظم يفضل رابط في بعضه، فقرات رابطة ببعضها البعض، الأضلاع رابطة. ده بعد 6 شهور. بعد سنة خلاص تنفصل جميع العظام عن بعضها البعض، كل عظمة تفضل لوحدها، وتظل العظام إلى ما شاء الله آلاف السنين موجودة تحت سطح التربة. تاني حاجة هنتكلم عليها اللي هي الجروح. كلام واضح ولا كلام تقيل شوية؟ واضح. والصور حلوة مش كده؟ الجروح من ناحية بالذات بقى الناس بقى اللي هتشتغل جنح وتشتغل جنايات، فالناس اللي شغالة جنح يبقى شغلها الشاغل في هذا. خلي بالك بس، اكتب المعلومة اللي هقولك عليها دي. في قرار وزير الصحة رقم 187 لسنة 2001
قرار وزير الصحة رقم 187 لسنة 2001، ده القرار المنظم لإصدار التقارير الطبية. تعرفين القاعدة القانونية طبعاً، أنت أساتذتي في القانون، يعني القاعدة القانونية بتتشكل رقم واحد من الدستور، وبعدين من القانون، وبعدين من اللائحة، وبعدين من القرار، والعرف بعد النشأة. فإذن القرار بتاع وزير الصحة ده هو المنظم لإصدار التقارير الطبية. بيقول إيه القرار ده بقى يا جماعة؟ لما ترجعوا له كده هتلاقوا بينظم إصدار التقارير الطبية الابتدائية والتقارير الطبية النهائية، وبيقول إن الحد الأدنى لمصدر التقرير الطبي هو مساعد أخصائي. يبقى أنت لما تيجي في المحكمة قدامك تقرير طبي، أول حاجة لازم تتيقن أن هذا التقرير اللي مصدره له الحق في إصداره. يعني لازم يكون على الأقل مساعد أخصائي. ليه؟ لأن أنا هقول لك أن أنت هتفاجأ أن نسبة تزيد عن 50% من التقارير الطبية اللي صادرة من المستشفى صادرة من غير ذي صفة. يعني إيه من غير ذي صفة؟ يعني بيعملها طبيب مقيم أو نايب. نعم فهم. مش سامع. لا، كله الابتدائي والنهائي. طب نرجع له لحظة بسرعة كده عشان أقراه لكم. ادي نص القرار، هناخده بسرعة بس عشان ما نضيعش وقتنا، بس خلي بالكوا ده من اهم الحاجات في اعتقاد الشخص اللي انت ممكن تضرب بيها اي تقرير طبي. ماشي. اولا، تقارير طبية التي تصدر في الحالات الجنائية. اول حاجة بالنسبة للتقارير الطبية الابتدائية، يعني ايه تقرير طبي ابتدائي؟ يعني هو المصاب لما اشوفه قبل اي تدخل طبي او تدخل جراحي. يعني مجرد ما شفته كده شفت الاصابات اللي فيه وصفتها، ما عملتش لديته اي علاج ولا عملت اي تدخل جراحي. ده اسمه الحاله الابتدائيه اللي عليها المصاب. يتم توقيع الكشف الطبي على المصاب بناء على خطاب احاله صادر من الشرطه. يعني انا مش من حق اي واحد انه يروح المستشفى كده يخش يطلب تقرير طبي، وبالتالي لازم يبقى في خطاب احاله منين؟ من الشرطه. ومع ذلك يمكن في حالات الطرقة اللي هي واحد داخل اتضرب بمطوة ولا حاجة ودخلوا بسرعة، كانت حالته خطيرة جدا، فدخلوا المستشفى يعملوا تدخل طبي او تدخل جراحي. في الحالة دي المستشفى هتقبله وتكتب تقرير وتبلغ بيه نقطة المستشفى اللي هتبلغ بيه مركز الشرطة او اسم الشرطة. ماشي. يبقى هنا في الحالة الوحيدة دي لما تبقى الحالة طارئة ممكن يتكشف عليه بدون خطاب احالة. طيب، يتم عرض المصاب بعد التأكد من شخصيته. خلي بالكم من كلمة بعد التأكد من شخصيته، لأن بعد التأكد دي من شخصيته لابد أن يكون هناك يا إما بطاقة رقم قومي يا إما جواز سفر، إنما الحد الأدنى ما فيش لا ده ولا ده، تبقى بصمة الأصبع. ماشي؟ تبقى بصمة إصبع الإبهام الأيسر. طيب، يتم عرض المصاب على مين بقى؟ على الاخصائي او مساعد الاخصائي. بقى الحد الادنى عندي هنا ايه؟ مساعد اخصائي. يعني الطبيب المقيم ما ينفعش، طبيب الامتياز ما ينفعش، كل ده ما ينفعش. يبقى التقرير كده نرميه في الزباله، ملوش لازمه. لاثبات ما به من اصابات وتحديد المده اللازمه لعلاجها. يكون تحديد مده العلاج باقل من 20 يوم. خلاص. في حاجه برضو خلي بالكم من الحاجات دي عشان الناس اللي بتجامل. مده العلاج المقصود بيها مش المقصود بيها مدة بقاء الشخص في المستشفى. ثلاث حاجات فقط اللي هي هتاخد مدة علاج اكتر من 20 يوم. ايه هما؟
ثلاث حاجات فقط. كسور العظام قعد في المستشفى فترة طويلة ماليش علاقة بيه، أنا ليه علاقة بالشخص الطبيعي الجرح بتاعه هده كان هيخفف قد إيه. فالحاجات اللي بتخفف أكتر من 20 يوم هم ثلاث حاجات زي ما قلت لكم، الأعصاب والأوتار والعظام. أنا بقول لكم ليه؟ لأن 95% من تقارير اللي أنتوا بتشوفوها في المحاكم دي ما بتكونش عارضت على مصلحة الطب الشرعي، بتبقى من المستشفى على طول، وأنتوا عارفين دي جنحة من المستشفى للنيابة، والنيابة حتى ممكن ما بتحققش فيها وتحيلها للمحكمة دون أي تحقيق لأنها جنحة. طيب بالنسبة للتقارير الطبية النهائية، يعني ايه تقرير طبي؟ يعني مريض دخل عندي المستشفى واتحجز واديته علاج ومش عارف ايه، وفي الاخر ده خرجته من المستشفى سواء كان خروج تحسن او توفى ماشي. ففي كلتا الاحوال او الحالتين يعني ان انا هتعامل معاه على انه الراجل قاعد عندي، فهيبقى ده اسمه تقرير طبي نهائي. التقرير الطبي نسينا نقول ان التقرير الابتدائي هيكون موقع من شخصين، الاخصائي او مساعد الاجراءات شكليه في التقرير، مهمه انك انت تلاحظ الكلام ده، يعني موقع من الاخصائي او مساعد الاخصائي ومدير الاستقبال. لكن التقرير النهائي هيكون موقع من ثلاث اشخاص، اللي هو من الاخصائي او مساعد الاخصائي مع رئيس القسم، لو كانت الحاله جراحه يبقى رئيس قسم الجراحه، حاله نساء رئيس قسم النساء، زائد مدير المستشفى مش مدير الاستقبال ماشي. دي الاجراءات بتاعه الايه. طيب طبعا المفروض ان التقرير بيرسل لنقطه الشرطه، بعد كده منه للنيابه. المفروض ان في دفتر خاص، في سجل خاص، يعني كل اصل تقرير راح المحكمه المفروض ان في صوره موجوده فين؟ في سجل المستشفى. لان خلي بالكم ان في كتير من الاحيان يعني تحصل بعض الحاجات، حد يخرج ليه حد فهيخرج تقرير من غير صوره، فما يكونش موجود، هو اللي كتبه لا دكتور كتبه من اساسه، فما يكونش دي صوره جوه المستشفى. فخلي بالكم ان شفنا الحاجات دي في احداث مصابي الثوره، شفنا الكلام ده كتير قوي، الناس اللي كانوا بيقولوا ان احنا اصيبنا في الثوره والكلام ده، فلقينا ان في اصول ملهاش صور خالص، حاجات زي كده. واحنا بنراجع مصابي الثوره، التقرير الطبي ده انا مش معترف بيه، فمن حقي ان انا اعترض على التقرير فين؟ يبقى اول مرحله هو صادر من المستشفى، انا عايز مش عاجبني التقرير ده اروح اتظلم في مديريه الشؤون الصحيه، يبقى اللجنه الثانيه مديريه الشؤون الصحيه. مش عاجبني التقرير الثاني اللي صدر من مديريه الشؤون الصحيه اروح اتظلم من التقرير في وزاره الصحه، في ديوان وزاره الصحه. يبقى عندنا ثلاث مراحل للتقارير، التقرير اللي صادر من المستشفى مش عاجبني التقرير، او انت شايف التقرير ده تظلم من هذا التقرير في مديريه الشؤون الصحيه، مش عاجبك تظلم من هذا التقرير فين؟ في ديوان وزاره الصحه. في حاله صدور تقارير طبيه مخالفه للحقيقه يتم ابلاغ النيابه العامه، ويحرم الطبيب الذي صدر عنه التقرير او شارك فيه من حق اصدار التقارير الطبيه او الشهادات الطبيه، وذلك مع عدم الاخلال بمسؤوليته الجنائيه. دي القواعد المنظمه للتقارير الطبيه، وياريت ان حضراتكم دايما يبقى معاكم قرار وزير الصحه ده وتجيبوه من وزاره الصحه، عشان من يبقى من ضمن الحاجات اللي ممكن مستنداتكم اللي تقدموها للمحكمة. نرجع تاني للجروح، ونقول ان الجروح ست انواع. اول نوع اللي هو السحاجات. السحاب كلنا كنا بنلعب كورة او نركب عجله نقع نزحل على الارض، يقول لك رجلي اتجلطت او رجلي اتجلفت، هو ده السحج. السحج هو زوال الطبقه السطحيه من بشره الجلد نتيجه الاحتكاك بجسم صلب خشن الملمس. يعني اللي يقع على سيراميك ممكن رجله تتكسر لكن ما يجيلوش سحج، عشان الملمس ايه؟ ناعم. السحج ده حاجه هايفه جدا، مفيش سحج بيموت، ومع ذلك انا من خلال السحج
بقدر اعرف ثلاث حاجات في غايه الاهميه، اقدر اعرف نوع الاداه المستخدمه ونوع الجريمه وعمر السحج. يعني السحج اللي حضراتكم شايفينه ده سحج قوس الشكل، طوله من 1 ل2 سم، ده لما اشوفه اعرف ان ده حدث من ضغط الاظافر. طب لما يبقى في ضغط الاظافر على عنق يبقى نوع الجريمه ايه؟ خنق باليد، عشان في عندنا خنق بالحبل او ما شابه ذلك. السحاجات بنعرف نحدد عمرها ازاي؟ السحج بيبقى عليه سائل يقعد لمده 12 ساعه، بعد كده يبقى عليه قشره رطبه تقعد يومين، وبعد كده قشره جافه تقعد اسبوع، بعد كده تقع القشره الجافه ويبقى مكانها محمر 4 ايام، وبعد كده يرجع الجلد طبيعي. يبقى دي المراحل بتاعه التطور والالتئام بتاعه ايه السحج. السحاجات اللي حضراتكم شايفينها دي بتحدث من الزحلقه السريعه على الارض في حوادث المرور. السحج اللي حضرتك شايفه ده في العنق ده حدث من حبل وده حدث من حبل، ده حبل وده حبل، وده في العنق وده في العنق، ومع ذلك نوع الوفاة دي مختلف عن دي. لما اشوف اثر الحبل ماشي مستعرض الوضع في العنق، يعني ماشي بالعرض، يبقى ده خنق جنائي. يبقى ده ايه؟ خنق جنائي. لكن لما الاقي اثر الحبل في ميل من اسفل لاعلى على شكل رقم 8 مفتوح، يبقى ده بشوفه في حاله الشنق. يبقى ده كان في تعليق في ميل اهو من اسفل لاعلى، ده في الشنق. بره اثر الحبل ده ايه؟ ايه دي؟ دي مكان العقده. عشان لما تقرا تقرير ويقول لك العقده ثابته، هي دي العقدة الثابتة. يعني ايه عقدة ثابتة؟ يعني الست دي وقفت على أي دعامة، ربطت العقدة في السقف وبتربط العقدة في العنق في نفس اللحظة اللي بتنط عليها من الدعامة، دي اسمها ايه؟ عقدة ثابتة، ما تتحركش من مكانها. لكن دي اسمها عقدة متحركة أو خية منزلقة. يعني ايه خية منزلقة؟ يعني دايرتين جوا بعض، دايرة صغيرة اهي ودايرة كبيرة بتلف حوالين العنق. فده بيقف على اي دعامة، يربط العقدة في السقف وبيسيب الدايرة مفتوحة، ولما ينط نتيجة ثقل وزنه يقوم يشد الحبل يقوم يقفل. دي اسمها ايه؟ خية منزلقة او عقدة متحركة. دي بنشوفها في الشنق القضائي لتنفيذ احكام الاعدام في مصر، او بنشوفها كمان في حاجة اسمها الشبق الجنسي الذاتي. الشبق الجنسي الذاتي، يعني ايه الشبق الجنسي الذاتي ده؟ يعني واحد بيعمل عادة سرية بطريقة معقدة جدا عشان يستفيد من معلومة علمية صحيحة بتقول ان كلما زاد تركيز ثاني اكسيد الكربون، ثاني مش اول اللي كنا بنتكلم عليه، كلما زاد تركيز ثاني اكسيد الكربون في المخ كلما زادت الاثارة الجنسية لحظة القصف. فالولد يعمل ايه؟ يربط حبل في السقف وينزل الحبل طويل بحيث انه لما يحطه على رقبته يبقى واقف على رجليه، ما ينفعش يبقى متعلق، والحبل يبقى معمول عقده ايه؟ عقده متحركه، ما ينفعش يبقى عقده ثابته. عقده ثابته يعني قفله خلاص هيموت، يعني في وسخ، وكل بيبقى طول ما واقف تحت المركز العقده كل ما الحبل مفتوح بيبقى نصف السفلي عريان عن الملابس، جايب اي حاجه جنسيه يتفرج عليها، وبعدين بيبعد شويه. لما يبعد شويه بيعمل ايه؟ الحبل بيقفل على العنق قليلا، هو اللي بيتحكم فيه، فيقوم يضغط على الشريان السباتي الايمن والشريان السباتي الايسر اللي بيطلع يغذي المخ، يقوم يقلل الاكسجين اللي طالع للمخ. لما يقلل الاكسجين هيزيد مين؟ ثاني اكسيد الكربون، يقوم يحس بمتعة جنسية عالية لحظة القصف. ماشي؟ في بعض الأحيان خشوا النهاردة بالليل كده على النت،
انا مش بقول لك خش عشان تعمل، انا بقول لك خش عشان تعرف. دي حاجه موجوده زي الرز يعني، لازم تعرفها. هو ما ينفعش ما تبقاش عارفها. فهنا هتلاقي اكتب كده حضرتك على النت الشبح الجنس الذاتي، لان للاسف الشباب بيخش على النت يشوف الكلام ده بيقلده. انت راجل، انت راجل المفروض انتوا عارفين قيمه كليه الحقوق بتاعتكم. احنا كان زمان طول عمر مصر دي كان رئيس الوزراء وكل الوزراء من كليه الحقوق. عارفين قيمه كليه الحقوق بجد؟ طبعا. انا شخصيا بعد ما خدت الدكتوراه في التخصص بتاعي دخلت كليه حقوق وخدت ليسانس وخدت دبلومه ودبلومه ومستمتع بيها جدا يعني. فمن امتع الحاجات اللي انا درستها في حياتي اللي هو القانون، حاجه ممتعه. بس انا كنت بدرسها بمزاجي، ما اعرفش انتوا خدتوها غصب عنكم ولا لا، دي حاجه ثانيه. المهم فاللي انا عايز اوصل لك ان المحامي ده شخص مؤثر في المجتمع، المفروض ان هو يكون كده يعني، شخص مؤثر زيه وزي الطبيب. فانت حضرتك هتقابل شاب صغير هيكلمك في حاجه زي كده، فالمفروض ان تقول له خلي بالك ان في ناس بتموت من الموضوع ده، خلي بالك في ناس كتير بتتوفى من الموضوع ده، فلازم تبقى عارف الكلام ده. طيب زي ما بقول لحضرتك، الاهل ممكن يخش يلاقوا ابنهم عريان يلبسوه، يلاقوا اثر مني في الارض يمسحوه، يلاقوا اي حاجه جنسيه يشيلوه، ومع ذلك نستطيع ان احنا نشخص الشبح الجنسي الذاتي ازاي؟ في ثلاث حاجات لازم نشخصها بيها، اللي هي قلنا الحبل طويل، العقده متحركه، لكن الولد بيعمل الموضوع ده كتير فمش عايز حد يشوف اثر الحبل في العنق. فبيقوم بيعمل ايه؟ بيجيب حته قماش ويلفها مرتين ثلاثه وبعدين يحط فوقيها الحبل، يبقى وجود عازل يفصل ما بين الجلد وما بين الحبل هو من اهم العلامات التشخيصيه للشبح الجنسي الذاتي. يبقى وجود عازل يفصل ما بين الجلد وما بين الحبل هو من اهم العلامات التشخيصيه للشبح الجنسي الذاتي. ساعات بقى بيبقى معاه حاجات ثانيه، لان ده نوع من انواع الانحرافات الجنسيه. وانا مش هقدر احكي لك الانحرافات الجنسيه كلها لانها يعني انا كاتبها في احد مؤلفاتي حوالي 100 صفحه يعني، فمش هقدر اقولها لك كلها. فبيبقى في بعض الاحيان معاه نوع من انواع الانحرافات الجنسيه، تلاقيه مكتف نفسه، ده نوع بنسميه نوع اسمها الماسوشيه. الماسوشيه ده ما يحصلوش اي اثاره جنسيه غير لما يتضرب بالشبشب او بالجزمه. ماشي. هتلاقيه مكتف نفسه عشان يحس بالاذلال. ممكن تلاقيه لابس ملابس سيدات، ده اسمه انحراف الملبس. وبرضه خلي بالكم، هو انت لازم تبقى عندك ثقافه المجتمع. عندنا في مصر الحسد ده حاجه كبيره جدا، صح؟ الناس بتخاف من الحسد بشكل كتير قوي. فتلاقي الستات اللي كل في ستات كل ما تخلف ولد بيموت، فتقوم تعمل ايه لما تخلف ولد بعد كده؟ تلبسه لبس الستات، لبس البنات، وتدلعه دلع البنات عشان يعيش. فيقوم الواد لما يكبر نفسه يلبس لبس البنات، فمش هيقدر يلبسه من بره، هيقوم هيلبسه تحت هدومه. تلاقي راجل ماشي محترم في الشارع كده وزي الفل، وتحت القميص بتاعه لابس ملابس حريمي. ماشي. ده اسمه ايه؟ انحراف الملبس. في منه نوعين، واحد ما بيأذيش حد، ده يروح محل ملابس يشتري ملابس الستات ويلبسها تحت هدومه، ده مش هيأذي حد. لكن النوع المؤذي، المشكله ان هو لازم يلبس ملابس الستات بعرق الستات، بعرق الستات. فتلاقي ايه؟ انتوا تقروا كده في الجرنان ومحدش عارف يفسرها، تلاقي الصحفي مش عارف يفسرها، يقول لك عجيبه، حاجه غريبه جدا، قبضوا على مدير عام داخل يسرق ملابس من عند جارته. هو مش داخل يسرق ملابس ولا حاجه، هو داخل، هو مش عشان السرقه، مش بهدف السرقه، هو داخل يسرق ملابس ستات بعرق الستات عشان هو عنده انحراف الملبس. ماشي. فده ممكن يقتل واحده ست عشان يقلعها هدومها. ماشي. ممكن يخش يسرق هدوم من بيت عشان ياخد، ده اسمه انحراف الملبس. فانتوا برضو خلي بالك لما تلاقوا واحده ملبسه ابنها ملابس ستات قولوا لها لا، ما ينفعش الكلام ده، ملابس بنات ما ينفعش. طيب
ده اسمه ايه بقى؟ ده اسمه الشبك الجنسي الذاتي. ساعات واحد يعمله كيس ويقول لك انا هحط الكيس واعمل العاده السريه واخلص. احنا قلنا الواحد ما يقدرش يتحمل غياب الاكسجين قد ايه؟ 2.5 لـ3 دقايق. فاللي هيحصل ان الاكسجين عمال يخف جوه الكيس والواد عمال يتخنق. طب ما بيشيلش الكيس ليه؟ لان كل ما بيقل الاكسجين جوه الكيس كل ما متعته عماله تزيد وتعلى لدرجه فوق الوصف. فهو بيتخيل ده نوع من المتعه وهو بيموت. الستات لما بتعملها، موجود طبعا في الستات بس بنسبه ضئيله جدا، الستات لما بتعملها عاده بتعملها بالكيس. طيب ده تعليق اسمه تعليق غير كامل. يعني ايه تعليق غير كامل؟ يعني بصوا دي اسمها تعليق كامل. لما تقرا في تقرير الطب الشرعي تعليق كامل يعني ما فيش ولا جزء من الجسد ملامس الارض. ده تعليق غير كامل يعني واقف على رجليه او واقف على ركبته ماشي اهو. مش شرط الواحد يشنق نفسه في حاجه، لازم ممكن واحد بيشنق نفسه في اوكره باب، ممكن واحد بيشنق نفسه في الخلاط بتاع البانيو، يبقى مش شرط يبقى في تعليق كامل. 30 سنتي تكفي لشنق واحد، 30 سنتي يبقى متعلق منها تكفي، واقل من كده كمان قليلا. وبرضو انتوا هتقروا حاجات غريبه جدا، يعني احنا شفنا ناس واحد شانق نفسه برباط جزمه ماشي، واحد شانق نفسه بكرافته، واحد شانق نفسه ب، يعني مش شرط ان تبقى حاجه قويه، يعني ممكن تبقى حاجه بسيطه جدا وتكفي لشنق بني ادم. عشان بس ما تبقاش انت مستغرب المعلومه لما تقراها. دي مظاهر تقييد القدمين اللي هي بتبقى مرات الاب او زوج الام يمسكوا العيل يربطوه في رجل السرير، دي بتحصل كتير قوي، ويجيبوا معلقه يسخنوها على النار ويقعدوا يلسعوا في جسم العيل. دي اسمها تشايلد ابيوز او اضطهاد الاطفال، دي كتير قوي بنشوفها. دي العضه الادميه، وعضة الإنسان بتبقى دائرية أو بيضاوية، من خلال العضة دي نقدر نحدد اللعاب اللي موجود فيها، نقدر نحدد الدي إن إيه. يعني إيه بقى الدي إن إيه اللي أنتوا بتسمعوه ده؟ الدي إن إيه أو البصمة الوراثية أو الحمض النووي كلها مسميات لحاجة واحدة. يعني إيه دي إن إيه؟ لما بيلتقي الحيوان المنوي بالبويضة، الحيوان المنوي بيجيب 50% من صفات الأب. البويضة بتجيب 50% من صفات الأم. يبقى خلي بالكم من أول يوم من أيام الحمل بيتكون عندي جنين يحمل نصف الصفات الوراثية لأبوه ونصف الصفات الوراثية لأمه. يبقى من إمتى؟ من أول يوم من أيام الحمل. لو واحدة سقطت تاني يوم الحمل أو تالت يوم، شوية الدم اللي نازلين عليها دول ناخدهم نقدر نعرف مين الأب. طيب الدي ان ايه ده موجود فين؟ او الحمض النووي موجود داخل نواة كل خلية من خلايا جسم الانسان، داخل النواة، داخل الدم، داخل المني، داخل اللعاب، داخل الشعر، داخل الجلد، داخل العظم، المريء، القصبة الهوائية، الجلد، الكبد، كل خلية من خلايا الكبد، كل خلية من خلايا الطحال، كل خلية من خلايا القلب، داخل النواة بتاعتها موجود ايه؟ الحمض النووي. طب احنا النهارده بنشتغل على حاجة اسمها 16 موقع جيني، يعني احنا عندنا في المصلحة بنشتغل على ايه؟ 16 موقع جيني. 16 موقع جيني موجودين فينا كلنا اللي قاعدين في القاعة وفي كل الشعب المصري وفي كل العالم. بس موجودين بترتيب مختلف. يعني احنا لو خدنا نقطة دم من زميلنا ممكن تلاقي 16 موقع جيني بتوعه مترتبين من 1 لـ16. ممكن زميلتنا تلاقي الموقع الجيني رقم 1 نزل بقى رقم 16، الموقع الجيني رقم 1 نزل بقى رقم 15، الموقع الجيني رقم 1 نزل بقى رقم 13. فكرتها تباديل وتوافيق. يبقى لو خدنا نقطة دم من زميلنا ده بعد 10 سنين هنلاقي نفس الترتيب بتاعه من 1 لـ16 مترتب. ماشي؟ يبقى هي البصمة بتاعته هي دي تركيبته. بيتفق مع نصف، بياخد نصف الصفات، يعني 8 مواقع جينية من الأب و8 مواقع جينية من الأم. ماشي؟ عشان كده
الدي ان ايه قلنا او البصمه الوراثيه ينفي ويثبت، يعني يقول فلان ده مش ابن فلان وفلان ده ابن فلان ويأكد، ماشي؟ على عكس فصائل الدم، فصائل الدم كانت تنفي ولا تثبت، صح ولا لا؟ يعني ما كنا نلاقي في مسرح الجريمة نقطة دم وتطلع او، انا عندي في مصر 40 مليون واحد فصيل الدم او، ما كانت تطلع فصيل دمه ولا تعني حاجه. لكن لما طلع الدي ان ايه وجابوا لي المتهم وعملت له دي ان ايه وتطابقت المواقع الجينيه، يبقى هو اللي ارتكب الجريمه، لا تحتمل الشك ولا تحتمل الخطا، لا تحتمل الخطا. طيب السحاجات اللي حضرتك شايفينها دي بنشوفها في جرائم الاغتصاب، السحاجات دي بنشوفها في جرائم كتم النفس. تاني نوع من انواع الاصابات اللي هي الكدمات. كدمات، انا بضرب واحد بعصاية على دراعه مثلا، يوم الجلد يمتص الضربة، لكن الوعاء الدموي اللي تحت الجلد يتمزق. يبقى الكدم ببساطة هو عبارة عن نزيف دموي تحت الجلد نتيجة الضرب بجسم صلب راد بالضاد. ايه هو جسم صلب الراد؟ هو اي جسم ليس له حافة حادة، ماسورة، عصاية، اي حاجة ملهاش حافة حادة تعمل لنا كدم، اللي هو عبارة عن نزيف تحت الجلد. ده بنسميه كدم شريطي مزدوج مستقيم. كدم شريطي مزدوج مستقيم. دي ضربة الخرزانة، العصاية الرفيعة. تعمل لك ايه؟ كدم شريطي مزدوج مستقيم. لازم تلاحظ حاجة، إن المسافة بين الشريطين من أول الضربة لآخر الضربة لازم تفضل متساوية. يعني لو كانت المسافة 3 مللي تفضل 3 مللي، عشان نفرق ما بينها وما بين العيال اللي بتعمل في حجز الشرطة إصابات بالعملة المعدنية. هنشوفها بعد شوية. دي ضربة الكرباج، خرطوم الماية، كابل التلفزيون، يعمل لك كدم شريطي مزدوج ملتف. يبقى يمشيش خط مستقيم، بيلف، ماشي؟ دي كدمات ردية غير منتظمة الشكل. أي كدم هيمر بست ألوان، الأول هيبقى لونه أحمر، أزرق داكن، بنفسجي، بني، اخضر، اصفر. يبقى الكدم هيمر بايه؟ ست مراحل. احمر، ازرق داكن، بنفسجي، بني، اخضر، اصفر. المفروض ان الكدم يزول في فتره 15 يوم. ده في المتوسط. ثالث نوع من انواع الاصابات هو الجروح الرديه. الجروح الرديه نفس العصايه اللي انا ضربت بيها واحد عملت له كدم، ممكن لو ضربت ضربه اشد اعمل جرح ردي، لان الجرح الردي عباره عن تمزق في الجلد وتمزق في الوعاء الدموي اللي تحت الجلد. فالجرح الردي عباره عن تمزق في الجلد وتمزق في الوعاء الدموي اللي تحت الجلد، لكن الكدم كان عباره عن ايه؟ تمزق في الوعاء الدموي بس، لكن الجلد كان سليم. ماشي؟ مميزات الجرح الردي ايه؟ الحواف بتاعته غير منتظمه اهي، حته داخله لجوه وحته طالعه لبره، يبقى غير منتظمه. بعد كده كميه النزيف اللي خارجه منه قليله، ليه؟ لان الوعاء الدموي بيتهرس، فتلاقي معظم النزيف داخلي، على عكس ضربه المطوه، الوعاء الدموي مفتوح فعمال يخرخر فعمال ينزل دم. بعد كده هنا اللي انت شايفها دي بنسميها أنسجة عابرة تعبر حافتي الجرح، اللي انت شايفها دي علامة مميزة جدا للجرح الردي، لأن أنا لو ماشي بمطوة في الجرح ده كان النسيج ده هيفضل موجود؟ كان لازم يتقطع. عشان كده الأنسجة اللي بتربط ما بين حافتي الجرح دي دليل أكيد على إن الجرح ردي.
يا الناس اللي خارجه دي مش عاجبها الكلام ولا ايه؟ كلام وحش؟ نخلص؟ الصلاه؟ الصلاه؟ طيب الجروح القطعيه تحدث من الحافه الحاده لسكينه، موس، مطوه، ماشي، تعمل لنا قطع مستوي الحواف اهو في الملابس، وتعمل لنا نزيف غزير بالمنظر اللي حضراتكم شايفينه. يبقى النزيف في حاله الجرح القطعي، في حاله الجرح الطعني اكتر بكتير من النزيف في حاله الجرح الرادي. تعمل لنا قطع مستوي الحواف في الجلد، دي بنسميها جروح قطعيه تردديه. يعني ايه؟ يعني واحد عايز ينتحر بس لسه ما خدش القرار النهائي، فبيعمل ايه؟ بيقطع شرايين ايده الاول بحيث انه لما يشوف منظر الدم ويقدر يتغلب عليه يقوم يتخذ وسيله اخرى للانتحار. مفيش حد هيموت كده، ماشي؟ لان ده الشريان ده شريان طرفي، والنزيف بتاعه مش هيبقى نزيف غزير. عادة أنا في خبرتي العملية كلها نادر جدا لما الستات لما بتبقى عايزة تنتحر تعمل جروح ترددية. الست لما بتاخد قرار الانتحار بيبقى قرار نهائي، تروح مولعة في نفسها، تروح نطة من البلكونة، تروح شاربة مضيق حشري وتخلص. لكن عادة الرجالة بتتدلع، يروح قاطع شرايين ايده الأول، طب اللي انت عايزه نعمله لك، اللي مزعلك ومش عارف ايه. انما عادة الستات نادرا ما بتعمل جروح قطعية ترددية. ليه؟ لان عادة الستات بتستخدم العاطفة بتاعتها اكتر، عشان كده ما تزعلوش الستات، يعني عشان مش عايزين نسبة انتحار. نعم. خلوا بالكم من حاجة مهمة، دي حاجة معلومة علمية عرفوها، يعني الستات بتعاني من اضطرابات هرمونية عنيفة جدا في فترة الحيض، فعشان كده أي واحد متجوز يتحمل مراته في فترة الحيض. يعني ما ليها تشتمه مش مشكلة، مفيش مشكلة، ما توصلش أكتر من كده يعني. المهم يعني المهم، لأن فعلا الستات في الفترة دي فترة اضطرابات هرمونية، عشان كده حتى في معظم المذاهب الطلاق لا يقع في فترة حيض المرأة، مش كده يا جماعة؟ ليه؟ لأن بتبقى عندها الحالة النفسية بتاعتها مش طبيعية، فعشان كده بيبقى رد فعلها عنيف. ولذلك استحملوا الستات رفقا بالقوارير، يعني استحملوا الستات في فترة الاضطرابات الهرمونية المصاحبة للحيض يعني. طيب ده بنسميه جرح قطعي دفاعي. يعني انا شايف واحد داخل يضربني في جزء مهم فبحاول ايه؟ اصد الضرب. ده بنسميه جرح قطعي سطحي. ده الموس والمطوه وما شابه ذلك. الجزء السفلي من الانف عباره عن غضروف تمشي فيه المطوه بسهوله تعمل لك الجرح القطعي ده. الجزء العلوي من الانف عظام تمشي فيه المطوه ممكن بس بقوه عنيفه جدا. ده بنسميه جرح قطع ذبحي. كمان 90% من القاعه دورت وشها. ايه الموضوع؟ يا دي الصوره دي وحشه؟ ما بقتش فوق الطبيعه يعني. حقيقيه طبعا يا فندم. ايوه حقيقيه طبعا. كلها دي حالات يا فندم. دي حالات، كل دي حالات. كل دي حالات طبعا. خلاص ده اسمه ايه؟ جرح قطعي ذبحي. الجرح القطعي الذبحي ده قد يكون جنائي، انتحاري، عرضي. انا بستخدم ايدي اليمين وعايز جبت مطوه وعايز اذبح رقبتي، انا هنتحر بالطريقه دي. هبتدي منين؟ يبقى عكس الايد السائده بتاعتي، انا بستخدم ايدي اليمين هاجي من الناحيه الشمال،
هاجي في ميل، هاجي من تحت زاويه الفك كده في ميل طفيف، وهاجي ماشي قطعت الشريان الرئيسي اللي هنا، نزيف غزير هيندفع على الحوائط والارض، امشي لغايه فوق تفاحه ادم كده حته صغيره وايدي تقع مني ما اقدرش اكمل. يبقى احنا بنسال الاهليه الشخص ده بيستخدم ايده اليمين ولا ايده الشمال، هيقول لك بيستخدم ايده اليمين. يجي فوق تفاحه ادم هنا ونقيس طول الجرح من الناحيه الشمال لغايه الخط المنصف، ونقيس طول الجرح من الناحيه اليمين لغايه الخط المنصف. اذا كان الشخص بيستخدم ايده اليمين وطول الجرح في الناحيه الشمال اطول من اليمين ومفيش اصابات اخرى في الجسد، تنفع تكون الحاله انتحار ولا ما تنفعش؟ تنفع. الدفاع مهم جدا على فكره. ده بيشتغل جدا في مصنع على سكينة منشار، دي اللي هي بتاعت المنشار، المسمار فك فطارت تديك المنظر ده، ممكن تبقى عرضي ممكن تبقى عرضي. طب انسى ان ده طفل صغير، دي ممكن تبقى انتحار. ما ينفعش واحد ياخد العنق بالكامل، اللي ياخد العنق بالكامل ده على طول دي جناية. على فكرة عايز اقول لكم الصورة اللي انتوا شايفينها دي في جنسيات ما بتنتحرش الا بالطريقة دي، في جنسيات. الفرق انا استخدمت الاداه ازاي. لو انا غزيت بالمطوه هتديني جرح طعني، بمعنى ان عمق الجرح الطعني اكبر من طوله، صح ولا غلط؟ صح. يعني انت شايف الجرح اهو قدامك مثلا طوله 2 سم، لكن عمقه قد ايه؟ 10 سم 12 سم، ماشي؟ طيب انما لو مشيت السكينه على الجلد من بره هتديني جرح قطعي، بمعنى ان طول الجرح القطعي اكبر من عمق. الاصل في الجرح الطعني لما يكون واحد متوفى، هي بالمناسبة متوفى مش متوفي، عشان انا بزعل لما في المحكمة محامي يقول لي متوفي. السؤال هو بيسألني كده في المحكمة، المتوفي هو الله، ماشي، ربنا هو اللي بيتوفانا جميعا، لكن المتوفى هو الشخص الميت اللي قدامه، ماشي. طيب عشان طبعا اساطين اللغه العربيه كلها كانت خريجه حقوق، كانوا خريجه حقوق. المهم الاصل في الجرح الطعني وفي الطلق الناري انك انت تلاقي حوالين الجثه نزيف غزير، عشان انت بقى لما اللي فيه كله هيترافع في جنايات، الاصل ان انت تلاقي حوالين الجثه ايه؟ نزيف غزير. لكن انت في بعض الاحيان الاصل ده له استثناء، ان في بعض الاحيان تلاقي واحد مضروب طلق ناري ومفيش نزيف حواليه من بره، او واحده مضروبه جرح طعني زي البنت دي. البنت دي كانت ممرضه تشتغل في مستشفى وجه زميلها دخل بالليل يغتصب. المهم هو دخل فالبنت صحيت وهي نايمه، راح ماسكها وغارز المطوه فين؟ في القلب بتاعها، خد البطين الايمن للقلب. فالبنت لا اتحركت لا يمين ولا شمال لان السكينه جت في البطين الايمن، والبطين الايمن يكون مصحوب بالوفيات السريعه جدا على عكس البطين الايسر بالقلب. يعني الاصابه لما تيجي في البطين الايسر ممكن الشخص يقعد 10 دقائق ما فيش مشكله، 4 دقائق 5 دقائق 10 دقائق ممكن تصل لربع ساعه، ده وارد، لكن البطين الايمن الوفاه سريعه لان سمك البطين الايمن صغير، بينما سمك من 4 ل 5 مللي، بينما سمك البطين الايسر 10 ل 15 مللي. طيب فهنا الست دي السكينه اتغزت في البطين الايمن للقلب، ما اتحركتش يمين ولا شمال، النزيف كله فين؟ في الداخل، مفيش نزيف حوالين الجثه من بره. فما يكونش احد الدفاع بتاعك او الدفوع بتاعتك ان مش ده المكان اللي حصل فيه الجريمه والجثه اتنقلت من هنا، ماشي، لان ده هيبقى الدفع بتاعك ده مردود عليه ان الاصابه فين؟ في مكان قاتل ما خلتش المجني عليها تتحرك حركه سريعه، وبالتالي النزيف كله نزيف ايه؟ داخلي. في فرع من فروع الطب الشرعي اسمه الطب الشرعي النفسي الجنائي، بيقول لك ايه؟
في الستات اي جرح طعن عنيف في اسفل البطن تظهر منه الامعاء، لابد ان تضع في اعتبارك ان دافع الجريمه جنسي الى ان يثبت العكس. في الستات اي جرح طعن عنيف في اسفل البطن تظهر منه الامعاء، لابد ان تضع في اعتبارك ان دافع الجريمه جنسي الى ان يثبت العكس. اولا لازم نتفق ان مفيش جريمه تحدث بدون دافع، صح؟ باستثناء حالات ضئيله جدا جدا، انت ماشي في الشارع نصيبك كده عيل متخلف عقليا شال قلب طول، دي نسبه ضئيله قوي، لكن اي جريمه ليها دافع. ماشي. ف الجريمه الجنسيه يقول لك جريمه عنيفه جدا. ليه؟ لانه بيقول لك بقدر الحب اللي كان موجود بيتحول الى كراهيه. يعني واحد كان بيحب واحده وبعدين سابته، فبيروح بيكون عنيف جدا. عشان كده مفيش واحده تسيب خطيبها ابدا، خلي بالك من الموضوع. ماشي. دي النتيجه اللي هتشوفها. المهم فهتلاقي جريمة عنيفة بقدر الحب اللي كان موجود تحول لكراهية، فراح ضربها إصابة طعنية عنيفة في أسفل البطن. ليه بقى؟ عشان يقضي على الأعضاء التناسلية بتاعتها، الرحم والمبيضين وما شابه ذلك. طب في الرجالة أي جروح طعنية متعددة في الصدر مع وجود جرح قطعي ذبحي في العنق، لابد ان تضع في اعتبارك ان دافع الجريمه شذوذ جنسي الى ان يثبت العكس. ليه بقى؟ ده الشخص المفعول به كان يمارس الشذوذ الجنسي مع شخص اخر، وبعد كده سابه ومرضاش يكمل معاه، فراح لحد تاني، فراح ضرب اصابات طعنيه متعدده، عشان احنا قلنا هي جريمه جنسيه بتبقى عنيفه، وبعدين بيعمل له جرح قطعي ذبحي في العنق. الطب الشرعي النفسي الجنائي يقول لك تفسيره ايه؟ عشان يمنعه ان هو يمص العضو الذكري لشخص اخر. ده التفسير العلمي بتاعه. ماشي؟ طيب لو تلاحظوا حاجه، هتلاقوا فوق حلمه الثدي هنا في حاجه بيضة شايفينها؟ باينه معاكم في الصوره؟ ده بعد ما قتلوا بيعمل عاده سريه وينزل المني عليه من شده الانتقام. ده اسمه مجرم غير منظم. يعني بيسيب لك الاثار الماديه بمنتهى البساطه. مش فارقه معاه. بيسيب لك الاثار الماديه بمنتهى البساطه. كنت انتوا صغيرين كانت في جريمه حصلت كده اسمها جريمه حصلت في بني مزار، الراجل اللي قتل 10، فاكرينها؟ سمعتوا عنها؟ لو اتبقى عندنا وقت اوريها لكم، لان ده مجرم غير منظم. اوريها لكم بالصوره. طيب هنا بقى خلي بالك من الحته دي، عشان بعض المحامين بتسال اسئله غلط بيبقى شكله مش حلو في المحكمه. هنا هتلاقي جروح طعنيه مختلفه المسافات، يعني ايه؟ يعني الاطوال. هتلاقي جرح طوله نص سنتي وجرح طوله سنتي، واحد طوله سنتي ونص واثنين سنتي وثلاثة سنتي. فيقوم المحامي يعمل دفاع يقول ايه؟ يقول ان الاداة مش واحدة وان الجاني مش واحد. الدفع ده خاطئ. ليه؟ لان انا عندي ثلاث متغيرات. ايه هما؟ اول حاجة عرض النصل، كل ما بيكون الاول بيبقى رفيع ويزيد العرض بتاعه كل ما بوصل ناحيه اليد، يبقى عرض النصل بيبقى رفيع قدامه بيزيد العرض بتاعه كل ما باجي ناحيه اليد، فكل ما دخلت السكينه اكتر كل ما طول الجرح هيبقى اطول. ده اول متغير. المتغير الثاني ان الجاني ممكن يحرك السلاح جوه جسم المبنى عليه، وبالتالي هيبقى طول الجرح هنا اكبر من عرض النصل. المتغير الثالث ان المجد عليه ذاته ممكن يتحرك والسلاح جوه ايه؟ جوه جسمه. وبالتالي عندنا قاعده مهمه جدا بتقول
أن طول الجرح الطعني لا يعبر عن عرض النصر. طول الجرح الطعني لا يعبر عن عرض النصر. امال امتى نقول السلاح ده هو السلاح المستخدم في الجريمة؟ بحاجتين، لو لقيت بصمات الجاني على ايد السلاح، او لقيت دم من دم المجنى عليه، عملت له دي ان ايه، لقيته ينتمي للمجنى عليه، الدم اللي على النصر لقيته ينتمي للايه؟ للمجنى عليه. نيجي للجروح المفتعلة. اللي هي شخص بيفتعلها بنفسه او بيخلي واحد تاني يعملها له. الجروح المفتعلة بيكون اول حاجة في متناول ايد الشخص. يعني انا ما ينفعش اعمل جرح قطعي في نص ظهر. احنا ده بالنسبة للجروح المفتعلة اللي انا بفتعلها بنفسي. لكن في جروح مفتعلة انا بخلي واحد يعملها لي. ماشي؟ الجروح المفتعلة اللي انا بفتعلها بنفسي لازم تبقى في متناول ايد الشخص. زميلنا اللي كان تعبان كويس دلوقتي ولا ايه؟ كويس؟ ولا نجيب العده بتاعتنا ولا ايه؟ طيب الجرح بيكون جرح المفتعل بيكون في مكان غير خطير. بيكون في مكان ايه؟ يعني انا عايز اعمل جروح في نفسي بس مش عايز اموت نفسي، فبعملها فين؟ في الاطراف العلوية او الاطراف السفلية. لكن انتوا هتشوفوا عيال في حجز الشرطة، العيل بتلاقيه فاتح الفروة بتاعته وشايف الجمجمة بتاعته، العيل فاتح كيس الصفن ومطلع خصية، العيل مخيط بقه، كل الكلام ده هتشوفوه مخيط بقه. موجودة. ليه بقى يا فندم؟ لان الواد ده تحت تأثير ايه؟ تحت تأثير المخدرات، وبالتالي احساسه بالألم احساس ضعيف او مش موجود. بمناسبة المخدرات عشان نعدي يعني. نعدي عليها لانه هي محاضرة واحدة اللي انا معاكم يعني. ف ربنا يسهل ان شاء الله. بمناسبة المخدرات، احنا لما بنيجي ندور على المخدرات ندور عليها في الدم ولا في البول؟ ها؟ في البول؟ في الدم؟ اختلفت الأئمة وفي اختلافهم رحمة. ماشي يا فندم، ندور في الاثنين يا فندم. ماشي، ليه؟ يعني مثلا انا رحت مش انا يعني، واحد راح فرح ماشي، وراح كده في فرح كده وبتاع، والناس عماله تشرب سجاير حشيش وادوا له سجاره كده مساء الخير، الراجل شرب السجاره. يفضل ماشي عادي يا جماعه، بس اهم حاجه ارفعوا رجليه لفوق بعد اذنكم لما تخرجوا. بعد اذنكم بس عشان من المنظر ده. بس هو شاف المنظر بتاعه. عادي يا جماعه، مفيش فيه اي حاجه، ده يترفع رجليه لفوق بس، هيرجع الدوره الدمويه بس. هو شاف، هو اتخض شويه بس، شاف المنظر اتخض يعني. عشان كده عشان تعرف المحاميات عندك عاملين ازاي. ده ما شاء الله، ده يحضروا تشريح يا باشا. ده مفيش واحد فيكم يتجوز محاميه من اللي قاعدين دول. ما شاء الله عليهم والله. حاجة صعبة يا ابني. ما شاء الله عليهم. شفتوا الرجالة حصل لهم؟ ميت يا باشا. ما شاء الله. المهم. على طول. يعني سمعتوا دايما اللي بتاكل دراع جوزها ولا مش عارف ايه، فربنا يستر يعني. المهم. الحشيش ده يفضل ايجابي في البول لغاية 3 أيام. لكن يفضل ده بنتكلم على واحد خد سيجاره، هو مش مدمن، لكن يفضل في الدم 6 ساعات فقط. ماشي؟ طيب واحد مدمن تعاطي حشيش مثلا، فهو بياخد
بيشرب حشيش بياخد 4 5 مرات في الاسبوع، ده اسمه مدمن طبعا. ماشي؟ فده يفضل ايجابي في الدم لغايه 3 ايام تقريبا. ماشي؟ يصل لو كان هو شديد الادمان هيوصل لغايه 3 ايام. يفضل في البول لغايه بعد اخر تعاطي 40 يوم ل 90 يوم. ماشي؟ بشوف الفرق؟ يبقى احنا لازم نحلل الاثنين مع بعض. ماشي؟ الدم هيدينا مؤشر عن المده هو بقاله قد ايه؟ والبول هياكد لنا اذا كان هو متعاطي ولا لا. ماشي؟ طبعا بالنسبه للتحليل عندنا في مصلحه الطب الشرعي، هو التحاليل ليها نوعين. الناس اللي هم بيوقفوهم في لجنه في المرور وبيحللوا لهم بالكارت، الكارت ده اللي يحطوه في الايه؟ في البول. السواقين بتلاقيهم ماشيين، سواقين النقل، كل واحد كده شرايط منع الحمل معاه قد كده، ومعاه خل ومعاه لبن. اي اول ما يخش على لجنه يروح شارب خل قد كده، ماشي، كوبايتين او نص بتاع خل كده يشرب شاربها، ويقعد ياخر عينه البول ربع ساعة تلت ساعة لغاية لما انت عارف السوائل بتنزل بسرعة، لغاية ما تنزل، لما خل ينزل على البول. ماشي؟ مش مفيش عينة عندي يا بيه، اقعد للظابط ما عنديش عينة ما عنديش عينة، لغاية ما يتأخر شوية لغاية لما ايه الخل يشتغل. المهم يحطوه في الكارت يطلع سلبي وهو متعاطي، لأن الكروت دي للأسف لو أي واحد غير البي اتش بتاعت الدم، يعني ايه البي اتش؟ انت الدم بتاعك قلوي، لو انت خليته حمضي مش هتطلع اي نتيجة مخدرات. مش عندنا حمض والقلوي. نعم؟ حمض والقلوي هيعرفوها. ماشي؟ فانت دلوقتي لو جه واحد خد اي حاجة تغير البي اتش بتاع الدم، يعني شرب لبن بكمية كبيرة، شرب شوية خل، ماشي؟ فهيغير البي اتش، هيطلع سلبي بالرغم ان هو متعاطي. انما عندنا في مصلحه الطب الشرعي احنا بنحلل بالاجهزه، الاجهزه بتجيب الحاجات الدقيقه جدا، مش بنحلل بالكروت. عشان كده لو في تعاطي بيطلع عندنا. ماشي؟ عشان كده النتائج بتاعت الكروت دي لا يعتد بيها، وانت ممكن تطعن على اي نتيجه كارت. ماشي؟ بتطلع نتائج ايجابيه وسلبيه خاطئه. نسبه الدقه بتاعتها 98%، يعني بعد كده معنى كده ان عندها 2% بتطلع ايرور، بتطلع اخطاء. وممكن الراجل بتاعك يكون من 2%، وارد ولا مش وارد؟ انما مين اللي ياكد صحه النتيجه؟ ان انا اخد العينه دي احطها على جهاز الجي سي ماس تطلع ايجابيه، يبقى الراجل ده فعلا متعاطي. ماشي؟ طيب الجروح المفتعله غالبا بتبقى جروح قطعيه سطحيه. برضه احنا مش ما عندناش محاضره هنتكلم، ما عنديش وقت ان انا اكلمكم على الاختصار. فعايز اقول لكم ان في حاجه دلوقتي اسمها الاختصاب تحت تاثير العقاقير. خلاص؟ لازم البنات اللي قاعده في القاعه تبقى عارفه ان في حاجه اسمها الاختصاب تحت تاثير العقاقير. يعني ايه الاختصاب تحت تاثير العقاقير؟ في كده شويه عقاقير، بعض المواد المنومه والمهدئه ومرخيات العضلات وكذا، حوالي 10 أنواع من العقاقير. بيجي الولد بيجي في أي كوباية وروح حاطط قرصين 3، وروح فاركهم كده في العصير يديه للبنت تشربه، عادة بيكون في أي حفلة جماعية، حفلة جواز، حفلة طلاق، مش عارف، المهم دلوقتي بيعملوا حفلات طلاق، المهم أي حفلة يعني. فيروح إيه؟ أي تجمع بشري كبير، البنت شربت العصير ده، بعد ساعة هتلاقي البنت بتتحدث بطلاقة شديدة جدا، تضحك بطريقة هستيرية، ممكن تكون بتغني، ممكن تقوم ترقص، عرف ان العقار بدأ يشتغل، يوم يسحبها من المكان، يعني ياخدها يقول لها تعالي معايا، بتخرج حتى لو ما تعرفوش، بتبقى في حالة إذعان، مزعنة إذعان كامل، هتخرج هتستجيب معاه. وبعد ما تخرج مع الولد ياخدها اي مكان يعتدي عليها جنسيا، ما بتقاومش،
بل بالعكس في عقارين. العقارين دول طبعا مش هقول اسمهم يعني. العقارين دول نعرف المهم الرجال عايزين يعرفوا. المهم العقارين دول بيعملوا حاجة خطيرة جدا. البنت تخرج يعني عادة العقارين دي هتخلي البنت يا إما هتنام بعد الواقعة يا إما هتبقى مدروخة دروخة شديدة جدا مش مركزة مشوشة بس مشوشة ومش مركزة خالص. هي قامت لقيت هدومها مش مترتبة، لقيت مفيش اندروير مثلا، لقيت اثر دم اثر مني، فتروح رايحه اسم الشرطه عشان تعمل بلاغ. فيروح الضابط يسالها هو ايه اللي حصل. البنت مش فاكره ولا حاجه. ليه بقى؟ لان اخطر حاجه في العقاقير اللي انا بقول لكم عليها دي مش في انها بتسهل وقعه الاغتصاب، اخطر حاجة انها بتقضي على حوالي 95% من الذاكرة الحديثة. يعني ايه الذاكرة الحديثة؟ يعني من اول ما خدت البرشام ده او العقاقير دي وممكن قبلها بيوم كمان مش فاكرة ولا حاجة، فبتقضي على ذاكرة. للأسف هذه العقاقير اصبحت موجودة في مصر وتستغل استغلال سيء جدا، فخلي بالنا من الحاجات دي جدا. كمان عصير الكرتون، علب العصير الكرتون، نخلي بالنا من علب عصير الكرتون دي قوي، لانها للاسف برضه بتتحقن بمواد منومه ومواد مخدره وحاجات زي كده، وبيتم بيها جرائم شديده الخطوره سواء كانت سرقه سواء كانت اغتصاب وما شابه ذلك. نعم. طيب صوتي واضح كده؟ طيب نعم برافو عليك، حلو قوي. زميلتنا بتسال سؤال مهم جدا، ودايما انا بقول الستات شافوا اشطر من الرجاله بكتير، فبتقول لك العقاقير دي بتقعد قد ايه في الجسم؟ العقاقير دي هتقعد في البول لمده تصل 4 ايام، وبتقعد في الدم برضه من 3 ساعات ل6 ساعات. ماشي، هتقعد في البول لغايه 4 ايام تقريبا، ودي طبعا بتؤكد صحه روايه البنت. يعني لما بناخد عينه عينه لما بتقول انا مش عارفه حاجه، دي طبعا احنا بنعلم وكلاء النيابه لان دي ليها طريقه تحقيق معينه ازاي يحقق فيها طريقه استرجاع الذاكره، يرجع بيها اسبوع قبل الواقعه ويقعد يمشي معاها حته، بس تاخد معاها 3 4 ايام بالتحقيق عشان يوصل لنتيجه. نعم. ليه؟ تناقض الأقوال. تناقض الأقوال ليه يا فندم؟ ليه؟ طب ما هي نفس الكلام، هي الأول مش فاكرة. هي مش فاكرة حاجة، لكن واحد اشتغل معاها كويس فكر خلاص. حاجة نفسية. ما هو برضه خلي بالك برضه لما انت تخش تدفع تقول ان هي راحت في محضر الاستدلال قالت انا مش عارفه ايه اللي حصل وبعد كده افتكرت، يبقى الكلام ده مش مظبوط، يبقى الدفع بتاعها خطا، لان هي ليها طريقه تحقيق معينه. ممكن وكيل نيابه يعرف يجيبها وممكن وكيل نيابه ما يعرفش يجيبها. طب مش هيجيب. طيب في فعل مجرم وقع عليها بالظبط. سبب ايه بقى ده؟ ده اللي طلت حته الطلب. نعم. الحيوان منه بيموت بعد قد ايه؟ التلوثات المنوية على الملابس،
انتوا فاكرين بيل كلينتون ومونيكا فاكرينها؟ البنت اليهودية دي الأمريكية اليهودية دي اللي أقامت علاقة جنسية مع بيل كلينتون، وبعد 6 سنين راحت قالت إن هو أقام معايا علاقة جنسية وهو كذب، وبعد كده راحت مطلعة له الفستان، خدوا عينة من الفستان طلعت فيها سائل منوي واتعمل له دي إن إيه واتعمل للرئيس بيل كلينتون سبب إن هي تلوثات بتاعته. ماشي، يبقى بقول لكم الكلام ده بعد قد ايه؟ بعد 6 سنين. هو اهم حاجه ازاي الملابس اتحرزت، دي كانت قضيه مخابرات، يعني دي قضيه مخابرات، دي واحده مرميه عليه مقصوده يعني. ماشي، فعرفت ازاي تحرز الملابس، ازاي تخلي الملابس محتفظه بالاثار. اي تلوثات بيولوجيه يعني دم، مني، لعاب، تلوثات بيولوجيه اللي هي التلوثات اللي بتخرج من جسم الانسان. ماشي، لو انت سبتها تجف في درجة حرارة الغرفة وحفظتها في كيس من الورق او من القماش، ان شاء الله 100 سنة هتفضل تحتفظ بالايه؟ بالاثار المادية. انما للأسف عندنا بيحصل ايه؟ تلاقي اتحرزت في كيس بلاستيك الاسود المنايل البنيلة ده. كيس البلاستيك ده مفيش فيه مسام تسمح بدخول وخروج الهواء، وبالتالي 3-4 ايام العينه جوه الكيس اتحللت وفسدت، لان تتكون الفطريات وتؤدي الى فساد العينه. بس احنا بنحاول في المحاضرات لضباط المباحث ولوكلاء النيابه ان هم يحرزوا بطريقه صحيحه عشان نحافظ على الاثار الماديه. فانت ده الكلام ده ايه؟ فين؟ في الملابس. طيب التلوثات دي في جسم المبني عليها، يعني داخل المهبل او داخل الشرق او داخل الفم، احنا بناخد العينات البروتوكول عندنا لغايه 5 ايام بعد وقعه الاغتصاب. بعد 5 ايام ما باخدش منها عينات. ماشي، لغايه 5 ايام ممكن التلوثات المنويه تظهر، بعد 5 ايام ما باخدش منها. دي بروتوكولات دوليه، بعد 5 ايام ما تاخدش منها اي عينات. لكن عاده الحيوان المنوي ممكن يقدر يعيش في الوسط بتاع المهبل لغايه اربع ايام. ممكن البويضه بتعيش 2 يوم، الحيوان المنوي بيعيش 4 ايام. ماشي، طيب الجروح المفتعله قلنا في مكان غير خطير، وقلنا غالبا بيكون الجرح قطع سطحي، يعني بموس او بمطوه. لكن اخواننا الصعايده لما بييجوا يعملوا جروح مفتعله بيعملوها بالسلاح الناري، ده كتير والله كتير جدا يعني. مش نعم، هو بيروح جايب الفرد ويروح يجي على عضلة السمانة بتاعت رجله ويروح لازق الفرد هنا. ليه بيلزقه كده؟ عشان يضمن ان المخزوف هيمشي يحف في الجلد من الخارج، ما يعملش فتح دخول وفتح خروج يقوم يكسر العظم والاوعية الدموية، لا يمشي يحف، بيعمل حاجة اسمها جرح ناري مماسي. وبعدين يروح معلق الجلابية، هو طبعا قلق الجلابية الأول، بعدين يعلق الجلابية بتاعته ويروح معلقها على حاجه وضرب عليها طلقه، نيجي نلبسه الجلابيه نلاقي الاصابه في الجلابيه ناحيه رجله اليمين وفي رجله والاصابه في رجله الشمال. ماشي؟ نقيس الارتفاع هنا نلاقي الارتفاع هنا مختلف عن الارتفاع اللي في رجله. نلاقي هنا في علامات قرب اطلاق نار زي ما هنشوف بعد شويه في رجله، وفي الجلابيه ما فيش فيها علامات قرب اطلاق نار. نعرف انه ده جرح مفتعل. ما تغلطش في الصعيد. مهم قوي. ماشي، خلي بالكوا الحاجات دي هتلاقي عليها كتير يعني. نعم، انا بقول في الصعيد بتبقى موجوده كده لان البيئه بتاعتهم السلاح الناري زي الرز. الصعيدي يبيع كل الجاموس اللي عنده عشان يجيب السلاح، لازم يبقى عنده آلي في البيت. ما تصدقش ان مفيش صعيدي ما عندوش آلي، لازم عنده آلي في البيت. طيب
نعم؟ ما سمعتش. خلي بالك هياخد الطار منك اهو. طيب من مميزات الجروح المفتعله كمان، انا لو بعمل اصابه في واحد لازم يتحرك، مش كده؟ مفيش واحد هيعمل اعمل فيه اصابات وهو واقف زي التمثال. فالجروح المفتعله لازم الشخص ما بعمل جروح عاديه لازم الشخص يتحرك، لكن في الجروح المفتعله هتلاقي الجروح كلها ماشيه مستقيمه متوازيه. يعني بص الست دي مثلا، بص الاربع اصابات دول كلهم ماشيين، ولا واحده نزلت نص سنتي زياده، كلهم ماشيين مستقيم متوازيه والكلام ده. دي اصابات مفتعله. نيجي بقى للعمله المعدنيه. الواد ده قال الضابط ضربني بعصايه، فعايز يعمل ايه؟ كدم شريطي مزدوج مستقيم. قلنا لازم المسافه بين الشريطين تفضل ايه؟ تعالى بص المسافه بين اي شريطين، مسافه ماشيه كويس اهو بين الشريطين دول قفلوا على بعض، تنفع؟ بص هنا المسافه ماشيه كويس قفلوا على بعض، بص هنا المسافه واسعه واسعه عماله دي قفلوا على بعض، بص هنا معديه فوق العمود الفقري، ما تنفعش. لان انت لو بتضرب واحد بعصايه، العصايه هتيجي على يمين العمود الفقري ويسار العمود الفقري، الحته اللي في النص دي منخسفه فما تخشش فيها العصايه. على طول نعرف ان دي اصابه ايه؟ مفتعله. كلها مستقيمه متوازيه كده، دي الاصابات المفتعله. طبعا العيال البلطجيه دول يبقى الوشم ده حاجه اساسيه في اسمهم. كل واحد يقابله في حياته كاتب اسمه على ظهره وعلى دراعه. السي في بتاعه كله تلاقيه على ظهره وعلى دراعه. كلها اصابات بتواريخ مختلفه، هتلاقي حاجات عمرها يومين اهي، يعني دي عليها قش رطب اهي عمرها يومين، حاجات هنا عمرها اسبوع اهي، حاجات هنا بقالها ست شهور، حاجات بقالها حوالي سنه، حاجات بقالها ثلاث سنين. كل ما كان يلاقي نفسه فاضي يعمل في نفسه اصابه. في حد هيقف في التاني وعمال يرسم فيه كده؟ على طول دي اصابات ايه؟ مفتعله، كلها اصابات مفتعله زي ما انتم شايفين. الواد ده اتعرض علينا مرة فقلنا إن في إصابات مفتعلة أهي، فواحد بقى قال له إيه المرة الجاية ما تعملهاش خط مستقيم عشان الطبيب الشرعي ما يعرفش يجيبها. فالواد جه بالموس وبقى في تقعر في الإصابة، ما بقاش خط مستقيم أهو، الراجل هرب بجد خاف من الموس. مش الكلام مش ليك مش ليك. ماشي ماشي ماشي. المهم ففي بقى ايه؟ ما ماشي فيه تقاعر ما بقاش خط مستقيم، وراح نازل على شكل رقم سبعه وطالع عشان ما بقاش خط مستقيم، سبعه وطالع سبعه وطالع، ده بيعمل رسم قلب زي ما انتم شايفين. مفيش واحد هيقف للتاني وعمال يرسم فيه سبعات وثمانينات، على طول نعرف ان دي اصابات ايه؟ مفتعله. الشخص اللي بيستخدم ايده اليمين بيعمل اصابات في الناحيه الشمال. اخر حاجه هنتكلم فيها اللي هي الجروح الناريه. الجروح الناريه ما تحدث باستخدام سلاح ناري، والأسلحة النارية نوعين كبار قوي، أسلحة مششخنة وأسلحة مصقولة. الأسلحة المششخنة ثلاث أنواع. أول حاجة المسدس أبو ساقية، ده وهو مقفول وده وهو مفتوح، الخزنة بتاعته عبارة عن ساقية، كل ما بضرب طلقة الساقية دي بتلف وتيجي واحدة تانية وتيجي طلقة قدام المصقول. دي بتدي ميزة مهمة جدا جدا للجاني. ايه هي بقى؟ ان الظرف الفارغ ما بيقعش في مسرح الجريمه. طب وايه الفايده من كده؟ انا عشان احدد ذاتيه السلاح المستخدم محتاج حاجه من اتنين، يا ظرف فارغ يا مقذوف. ماشي؟ طب افرض المقذوف دخل وخرج من الجثه وما لقيتوش في المسرح، وافرض الراجل كان بيستخدم مسدس ابو ساقيه والظرف جوه المسدس، هقدر احدد السلاح المستخدم؟ مش هقدر من خلال فتحه الدخول اقول فتحه السلاح المستخدم ده كان عياره ايه؟ ابدا ما اقدرش، ولا اقدر احلف بالله ان السلاح ده هو. زي ما احنا قلنا يا جماعه كل واحد فينا لينا بصمه في الدي ان ايه، برضه كل سلاح ليه بصمه، مفيش سلاحين على وجه الارض بيدوا نفس البصمه. مفيش سلاحين على وجه الارض بيدوا نفس البصمه. هنقولها ليه دلوقتي؟ ده تاني انواع الاسلحه المششخنه اللي هي الطبنجات،
الخزنه بتاعتي عباره عن مش في طلقات، كل ما بضرب طلقه الظرف الفارغ بيقع متر على يمين الضارب. خلي بالك عشان لما تقرا معاينه، لما تقرا معاينه تعرف الجاني كان واقف فين. يبقى الظرف الفارغ بيقع في الظرف بتاع الاسلحه القصيره بيقع متر على يمين الضارب. ماشي؟ بس الكلام ده فين؟ على الارض الرمليه والارض الزراعيه والاسفلت، لكن على السيراميك هيمشي اكتر. على الرخام هيمشي اكتر عشان الارض دي بتسمح له ان هو يجري. طيب. ثالث انواع الاسلحه المشخشنه البنادق ومنها البندقيه الالي 762 في 39 بترمي الظرف الفارغ بتاعها متر ونص على يمين الضارب. متر ونص على يمين الضارب. يبقى انت لما تقرا معاينه عايز تعرف المسافه بين الضارب والمضروب كانت قد ايه؟ تشوف الضابط في المعاينه بتاعته كاتب الظرف كان على بعد قد ايه من الجثمان. يعني الظرف لو موجود هنا، انا لو كان ظرف قصير انا اجي على اخليه هو على يميني متر واجي انا على شماله هنا وابص في اتجاه الجثمان، يبقى ده الموضع اللي كان واقف فيه الجاني. واضحه دي؟ نعم. لا السرعه، لا السرعه اجيب المسافه، المسافه مش السرعه. مظبوط. بيرمي الظرف الفارغ بيقع على يمين الضارب. لا نعم، انا ماليش دعوه باليد، انا ليا فتحه البندقيه وفتحه الطبنجه منين. الفتحه بتبقى على يمين السلاح، الاسلحه كلها الموجوده في مصر فتحه السلاح على يمين السلاح، انما في بعض الاسلحه في الدول الاوروبيه الفتحه على الشمال، يبقى يرمي على الشمال. ماشي؟ ملهاش علاقه هو ايمن ولا ايسر، هو ايسر بس بيضرب كده، الفتحه فين؟ هترمي كده. معايا؟ طيب يعني ايه شوشخان؟ يعني ايه اسلحه مشوشخنه؟ يعني فيها حفر شبه دائري وشبه حلزوني داخل الماسوره. طب ده بيدي الميزه في ايه في السلاح؟ بدل ما المخزوف هيمشي خط مستقيم هيلف جوه الماسوره، فبدل مثلا ما يمشي 50 سم هيمشي 60 سم في حيز ضيق، يقوم يخرج بسرعه اعلى، يقوم يقاوم تيارات الهواء اللي بتقابله، ويقاوم الجاذبيه الارضيه اللي عماله تشده لتحت، ويبقى في ثبات حوالين محوره، وبالتالي يحدث اصابات اكثر جسامه من السلاح غير المشاشخ. مصقول، غير المشاشخ يساوي المصقول. كل ماسوره سلاح بتسيب البصمه بتاعتها فين؟ على المقذوف اهي، اللي هي بتبقى الشوشخان ده. طيب ليه مفيش سلاح زي التاني؟ لو خارجين من نفس التشغيله من نفس المصنع في نفس اليوم كل سلاح مختلف عن التاني ليه؟ لانه مفيش حديد نقي 100%. كل حديد، انتوا لما كنتوا بتدرسوا في اعدادي لو فاكرين حديد الصلب والمطاوع والكلام ده، حد فاكر حاجه؟ فاكرين؟ ما شاء الله ما شاء الله. اي حديد فيه شوائب مش كده يا فندم؟ الحديد اللي فيه شوائب ده الوقت الحفر بتاع الماسوره بيبقى بالليزر، الحفر بتاع الماسوره بالليزر. الشوائب شعاع الليزر اللي بيحفر ماسوره مصمم انه يمشي في الحديد وما يمشيش في الشوائب. فالشوائب في الماسوره دي ممكن تلاقيها في اول 5 سم، الماسوره الثانيه في اول 7، ما فيش ماسوره زي الثانيه. فلذلك نعم فندم. وبالتالي مفيش سلاح هيسيب اثر زي التاني. ولذلك حضرتك لو لقيت ان وكيل النيابه لما عرض السلاح على الطب الشرعي او الادله الجنائيه لما طلب
فحص المخزوف المستقر كتب طلب من الطبيب الشرعي في طلبين، يا إما واحد بيقول بيان ما إذا كان السلاح أطلق من مثل هذا السلاح من عدمه فأنا ما بعملش تجربة مقارنة. لو قال لي من مثل هقول له دي 7.62 ودي 7.62 يبقى أطلق من مثل هذا السلاح. إنما لو قال لي أطلق من ذات السلاح من عدمه لازم أعمل تجربة إطلاق. ماشي؟ فلو حضرتك لقيت إن مفيش تجربة إطلاق اتعملت أطلب من المحكمة إن هي تعمل تجربة مقارنة، ترجع السلاح للأدلة أو للطب الشرعي إحنا بنعمل والأدلة بتعمل، إن هو يتأكد إنه إيه؟ إن السلاح هو ده اللي استخدم في الجريمة. طب حتى لو عدت فترة مثلا من تاريخ تحديد السلاح مهما كان، لو عدى ما روحنا محكمة الجنايات بعد سنة ولا اتنين ولا تلاتة ولو 10 سنين لو 20 سنة، ماشي؟ ماشي؟ التغيرات اللي على المخزوف نتيجة الشوشخان بتاع الماسورة، والتغيرات اللي على الظرف الفارغ نتيجة إبرة ضرب النار، ونتيجة الساحب، ونتيجة القاذف، ونتيجة كتلة الأجزاء، كلها تفضل ثابتة إلى ما شاء الله. ماشي؟ الإيه؟ المقروطة. مالها؟ نفس دي؟ طب اكتب لي السؤال في ورقة بعد إذنك. ماشي؟ طبعا دي المسافات، سرعة المخزوف، مدى وصوله، مدى المؤثر. ماشي؟ يعني البنادق الآلي بتوصل لغاية حوالي 3 كيلو، الطلقة بتاعتها المخزوف بتاعها يمشي 3 كيلو، لكن المدى المؤثر اللي هو المحيط حوالي 450 متر. نيجي للبنادق المصقولة اللي هي الخرطوش، يا اما بماسوره واحده او اتنين او ماسورتين جنب بعض اللي هي بيسموها بروحين، او ماسورتين فوق بعض، او في منها البنادق اللي هي بتاعه الامن المركزي اللي هي 5 طلقات 7 طلقات 9 طلقات. دي الطلقات اي طلقه في الدنيا، بس نحاول بقدر الامكان ناخد الاصابات اكتر من الوصف عشان الناس بدات عايزه تمشي، هناخد وصف الاصابات. طبعا الخرطوش يا جماعه انواع، الخرطوش الخفيف ده اللي هو الطلقه بيبقى فيها من 250 ل 420 رشايه، الخرطوش التقيل اللي هو بيسموها الباك شوت الطلقه بيبقى فيها 9 خرطوشات، دي اول مره نشوفها في احداث محمد محمود الاولى، اول مره نشوفها في مصر الطلقات دي اللي هي الخرطوش التقيل. شفنا ناس من المتظاهرين مقتولين بيه، وشوفنا ناس من الشرطة مصابين بيها نفس السلاح ده. ماشي؟ فلأول مرة نشوفها في أحداث محمد محمود الأولى، واستمرت بقى بعد كده طوال أحداث الصلاة. لو أنت بتبص على واحد بيضرب نار هتشوف الضوء قبل ما تسمع الصوت. ليه؟ سرعة الضوء 300 مليون متر في الثانية، بينما سرعة الصوت 340 متر. يعني حضرتك كده الموبايل وقاعد جنبك بالليل كده وانت قاعد في مكان مظلم تلاقيه بينور الاول وبعدين تسمعه بيرن، عشان سرعة الضوء اعلى من سرعة الصوت. نفس البرق والرعد اللي بيحصلوا في نفس التوقيت، بتشوف البرق الاول وبعدين تسمع ايه؟ صوت الرعد. في 3 حاجات هتخرج من فواهة الماسورة. ايه هما؟ مخذوف، بارود، غازات. يبقى اللي هيخرج من فواهة الماسورة مخذوف، بارود، غازات. هيخترق الملابس، يعمل لك ايه؟ ثقب ناري دخولي مستدير منتظم الحواف ومندفع للداخل. يبقى هيبقى ايه؟ الحواف بتاعه النسيج بتاعه مندفع للداخل. بعد كده هيخترق الجلد، يعمل لك فتح الدخول، بتبقى ايه؟ مستديره منتظمه الحواف مندفعه للداخل، وعاده قطرها اصغر من قطر فتحه الخروج. ليه بقى؟ حد يعرف قطر فتح الدخول اصغر من قطر فتح الخروج ليه؟ نعم، عشان سرعة المخزوف أقل في الخروج. المخزوف هو داخل بسرعة عالية فالجلد بيرد بسرعة عشان مرونته عالية، إنما في الخروج بيكون سرعته قلت
فالجلد بيقاومه ففتحة القلوب بتكبر عن فتحة ايه؟ الدخول. طبعا الحاجات دي احنا بنحدد وضع الجنين المجني عليه فين. يعني لما الاقي الدايرة اللي انت شايفها بني دي داير ما يدور حوالين فتحة الدخول، معناها ان الجاني والمجني عليه كانوا في مستوى افقي واحد. انما لما الاقي السحك ده جاي من فوق، معناه ان الجاني كان في مستوى اعلى من المجني عليه، ماشي؟ والعكس صحيح. طب بالنسبة للبارود بقى هيعمل ايه؟ البارود هيعمل ثلاث حاجات. البارود اللي هيتحرق احتراق كامل، البارود اللي في الطلقة ده، الطلقة دي فيها بارود يا جماعة، بيبقى فيها 15 جرام بارود طلقة، كل جرام بارود لما بيتحرق بيديك 1000 سنتيمتر مكعب من الغازات. فالبارود اللي هيتحرق احتراق كامل هيديك لهب ودخان. يبقى البارود اللي هيحترق احتراق كامل هيدينا لهب ودخان. اللهب هيمشي مسافة تساوي نص طول الماسورة. بس المسافة دي بنحسبها منين؟ خلي بالكوا عشان برضو الناس اللي بتغلط في محكمة الجنايات. اللهب بيمشي مسافة تساوي نص طول الماسورة بتتحسب منين؟ من الفوهة. وليست من الجاني. من المتود الايد او يعني انت مثلا ايه؟ هقول لك بعد ما اوصف لك علامات قرب اطلاق النار. يبقى اللهب بيمشي مسافة تساوي نص طول الماسورة. فلو كان الماسورة طولها 50 سنتي اللهب هيمشي قد ايه؟ 25 سنتي. طب لو كان موضع الإصابة من الفوهة، أدي فوهة السلاح، موضع الإصابة أقل من نص طول الماسورة، يعني مثلا من حوالي 20 سنتي مثلا، هيعمل لك ايه؟ هيعمل لك حرق حوالين فتحة الدخول. يبقى اللهب هيرتطم بالجلد ويعمل لك حرق. أدي فتحة الدخول اهو حواليها حرق، وأدي فتحة الدخول تاني حواليها حرق. ده يعني ايه؟ ان المسافة من الفوهة لموضع الاصابة اقل من نص طول الماسورة. واضحة؟ نعم؟ ليه؟ سطحي مش شرط يا فندم، مش شرط. لا اصله لهب خفيف، لهب خفيف ما هوش هيعمل صدرش يعني. نعم؟ لا 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 حرق خفيف. لا طيب الدخان هيمشي قد ايه؟ هيمشي مسافه تساوي طول الماسوره. يبقى الدخان هيمشي مسافه تساوي طول الماسوره، يعمل لك حاجه اسمها سوداد بارود. يبقى لو ارتطم على بعد، لو كانت المسافه تساوي طول الماسوره من الفوهه لغايه طول الماسوره، هشوف ايه؟ هشوف سوداد بارودي حوالين فتحه الدخول. ماشي؟ طيب في بارود لم يحترق، هيعمل لك حاجة اسمها النمش البارودي. النمش البارودي هيعمل لك، هيخترق تحت الجلد ويعمل لك المنظر اللي حضرتك شايفه ده، اسمه ايه؟ يبقى البارود غير المحترق هيمشي مسافة تساوي ضعف الطول الماسورة، من ضعف إلى ثلاثة أمثال طول الماسورة، يديك المنظر اللي أنت شايفه. يبقى أنا عندي علامات قرب إطلاق النار للبارود ثلاث حاجات. اللهب هيمشي نص طول الماسورة يعمل لك حرق في الجلد، الدخان هيمشي مسافة تساوي طول الماسورة هيعمل لك اسوداد بارودي، البارود غير المحترق هيمشي مسافة تساوي ضعف طول الماسورة إلى ثلاثة أمثال طول الماسورة، هيعمل لك حاجة اسمها النمش البارودي. أكتر من ثلاث أمثال طول الماسورة مفيش أثر للبارود. بيبقى ما أقدرش أحدد مسافة الإطلاق على وجه الدقة، لكن هنا أنا أقدر أحدد مسافة الإطلاق على وجه الدقة. ماشي؟ طيب ده اسمه ايه؟ نمش بارودي. وده برضو فيه نمش بارودي. الغلطة بقى اللي بيغلطها محامين كبار في محكمة الجنايات، اكتب لو سمحت، في محكمة الجنايات مثلا جاي لنا مذكرة النيابة تقول ان المسافة بين الجاني والمجني عليه كانت متر. المسافة كانت قد ايه؟ متر. والجاني مستخدم طبنجة، الماسورة بتاعتها طولها مثلا حوالي 15 سنتي، واحنا شفنا حوالين فتحة الدخول
اسوداد بارودي، الاسوداد البارودي هيمشي قد ايه هنا؟ قد ايه؟ كام سنتي؟ 7.5 سنتي، مش نص طول الماسوره قد ايه؟ الماسوره احنا قلنا 8 15 سنتي، الراجل ده هتمشي 7.5 سنتي. يوم الدفاع يقول ايه؟ ازاي الروايه دي مش سليمه؟ لان المسافه بين الجاني والمجني عليه كانت متر، ازاي يظهر الاسوداد البارودي؟ يا اخي الاسوداد البارودي ده هو المسافه بين الفوهه وموضع الاصابه، يعني الجاني لو مادد ايده كده لازم تقيس طول ايده وتضيفها الى طول السلاح والماسوره، صح؟ ماشي. يبقى لما نيجي نسال السؤال نخلي بالنا من السؤال، ان السؤال المسافه اللي بيقصدها الطبيب الشرعي هي المسافه بين الفوهه وموضع اصابه المجني عليه، وليست المسافه بين الجاني والمجني عليه. واضحه؟ طيب المقذوف لما يخرج يعمل لك فتحه خروج، فتحه الخروج الحواف بتاعتها غير منتظمه، النسيج بتاعها مندفع للخارج، قطرها اكبر من قطر فتحه ايه؟ الدخول. امتى اقول الحاله انتحار، وامتى اقول جنائي، وامتى اقول عرضي في السلاح النار؟ ينفع واحد ينتحر يضرب نفسه مسافه قريبه مسافه بعيده؟ ما تنفعش، لازم يضرب نفسه منين؟ مسافه قريبه. يبقى لازم اشوف ايه؟ حرق في الجلد او سوداد بارودي او نمش بارودي، صح؟ لو ما شفتش واحده من الثلاثه دول ما تنفعش تبقى انتحار. لكن في الحقيقه في ناس بتنتحر وما لاقيش فيها لا حرق ولا سوداد ولا نمش. ليه؟ لان انا قلت لكم ان في ثلاث حاجات بتخرج من الفوهه اللي هي ايه؟ مخزوف، بارود، غازات. الغازات ده بقى بتمشي مسافه قد ايه؟ لو انا مقرب الفوهه يعني قرب حد الملامسه، يعني ما لمستش الجلد لسه على بعد ملي نص ملي لغايه مسافه تصل لحوالي 2 سم، يبقى من مسافه تقترب من حد الملامسه لغايه حوالي 2 سم. الغازات بتخرج ترتطم بفتحه الدخول وترد تاني، تقوم تعمل لي تمزق نجم الشكل اهو، وهو في الجلد اهو. ده اسمه ايه بقى يا فندم؟ تمزق نجم الشكل. يبقى مسافه الاطلاق هنا ايه؟ تقترب من حد الملامسه. ماشي؟ طيب ممكن تلاقي واحد منتحر لا في حرق ولا سوداد ولا نمش ولا تمزق نجم الشكل. بس لازم نشوف حاجه خمسه، في حاجه اسمها اطلاق ملاصق ضاغط. يعني ايه اطلاق ملاصق ضاغط؟ يعني انا جايب الفوهه ودايس على فتحه الدخول، يوم المقذوف بعد ما يخش يحصل فرق في الضغط، يروح الجلد يتمص يتشفط جوه الماسوره، يوم يرتطم بالفوهه، يوم يحصل كدم هنا، كدم حوالين فتحة الدخول، شايفينه؟ أهو كدم حوالين فتحة الدخول، كدم حوالين فتحة الدخول. مسافة الإطلاق هنا كام؟ ها؟ مفيش مسافة، صح؟ ده أنتوا ممكن تعتبروها بالسالب. ليه؟ لأن أنا بقول إطلاق ملاصق ضاغط، أنا زائق الجلد لجوه، أنا زائق، ماشي؟ يبقى أول علامة من علامات الانتحار لازم أشوف واحدة من الخمسة دول اللي هما إيه؟ حرق في الجلد أو سوداد بارودي أو نمش بارودي أو تمزق نجم الشكل أو انطباع في وقت الماسورة. ما شفتش ولا واحدة من الخمسة دول يستحيل الحالة دي تكون انتحار، لكن لو شفت أي واحدة من الخمسة دي لا يؤكد انتحار. مش ممكن هيضربني مسافة قريبة؟ وارد ولا مش وارد؟ يبقى ممكن تبقى جنائي؟ ممكن تبقى جنائي، صح؟ يبقى عدم وجودها ينفي الانتحار، لكن وجودها لا يؤكد الانتحار، لسه عندنا علامات أخرى. طيب، الشخص اللي بينتحر بالسلاح الناري ينفع يضرب نفسه في فتحة الدخول في الظهر؟ لازم يضرب نفسه في تناول إيده. طيب الشخص اللي بينتحر بالسلاح الناري ده مش بيهزر،
بيضرب نفسه في أماكن قاتلة، بيضرب نفسه في الرأس ماشي، أو بيفتح بقه وبيضرب في سقف الحلق، أو بيضرب في أسفل الذقن، أو بيضرب فوق منطقة القلب. دي اسمها الأماكن الإيه؟ القاتلة. ده راجل مش بيهزر، خلاص ده واخد قرار نهائي. الشخص اللي بينتحر بيضرب نفسه مسافة قريبة، تلاقي رذاذ الدم بيجي على إيده وعلى السلاح اللي أطلق النار. لكن أهم علامة على الإطلاق في الانتحار هي العلامة دي. زي ما في بارود بيخرج من مقدمة الماسورة، في بارود بيخرج من مؤخرة الماسورة. يبقى أي واحد بيضرب نار لازم ألاقي على إيده في المسافة بين السبابة والإبهام آثار بارود. ماشي؟ لأن أنا لما بضرب النار ببقى قريب من بيت النار. فالبارود بيخرج على ايدي، بيخرج في الحته دي بين السبابه والابهام. ماشي؟ يبقى اي واحد بيضرب نار، كان متهم، كان ضابط شرطه بيضرب في ميدان رمايه، كان مجنع، كان واحد بينتحر، لازم الاقي على ايده ايه؟ اثار بارود. طبعا بتختلف من سلاح لاخر. يعني كلما لو كان السلاح نظيف لسه خارج من المصنع، الماسوره محكمه، ممكن ما تشوفهاش بالعين المجرده، بس لما ناخد منها مسحه ونوديها المعمل بتاعتنا تطلع ايجابيه للبارود. ماشي؟ لكن لو كان فرد او سلاح مستخدم استخدام شديد، فالماسوره غير محكمه هيخرج منه بارود كتير، ممكن تلاقي هنا وتلاقي في معظم الايد. ماشي؟ الشخص اللي بينتحر عادة هتلاقي السلاح جنبه. فين بقى؟ جنب رجله ماشي، بعيد عن رجله متر ماشي، جنب راسه ماشي، لان انت ما تعرفش هو انتحر ازاي. ممكن انا اقف واضرب نفسي بالنار وانا واقف، فضربت الطلقة هنا، انا وقعت الناحية دي والسلاح وقع الناحية دي، يبقى ممكن تلاقيه بعد رجلي ماشي، ممكن تلاقيه جنب راسي، المهم ان هو في محيط الجثمان. لكن ينفع واحد ينتحر وما لاقيش سلاح؟ ينفع؟ ينفع؟ مش ممكن يكون حد شاله؟ وارد ولا مش وارد؟ ممكن يكون حد شاله؟ مش ممكن يكون حرامي كده معدي ما فيش في جيبه حاجه ولا حته السلاح نظيفه خده يبيعها؟ خده يبيعه؟ وارد ولا مش وارد؟ واحد مأمن على حياته، وانتوا عارفين المنتحر لو واحد مؤمن على حياته انتحر، الورثه ما بياخدوش ولا مليم. فمراته عارفه انه مؤمن على حياته، دخلت لقيته منتحر، خدت السلاح ورمته، قالت غرف داهيه، وقالت لك ايه؟ حد قتله عشان تاخد بوليس التامين. وارد ولا مش وارد؟ وارد ولا مش وارد؟ يبقى عدم العثور على السلاح لا ينفي وقعة الانتحار نهائيا. طب هل العثور على السلاح بجوار الجثه يؤكد انتحار؟ لا، يبقى السلاح مش قريب. يعني بصوا من الحاجات بقى ايه؟ طب واحد انتحر وجاب مخده، جاب مخده حطها كده عشان ايه؟ ما يبانش. طبعا هو المنتحر يا جماعه مفيش ايه؟ مفيش عنده كده، مفيش حته دي. طب واحد بقى مسك ايد واحد بالعافية، الراجل ده هيبقى فيه اثار مقاومة ولا مفيهوش اثار مقاومة؟ ها؟ نعم؟ فيه اثار عنف واثار مقاومة ولا مفيهوش؟ ماشي؟ طب الاطلاق جه ازاي؟ طب اثار البارود على ايده ازاي؟ هو انا هجيب واحد غصب عنه امسكه السلاح كده غصب عنه هيبقى الموضوع ماشي، ولا البارود هيجي في ايد الشخص اللي مسكوني؟ علامات كلها مش هتلاقيها ماشيه متطابقه زي ما احنا قلنا. ماشي؟ في دور للمحكمه والدليل اللي موجود. انا عندي قضيه زي دي بالظبط، النيابه حالته منتحر، محكمه قالت لا، الطب الشرعي قال لا مش منتحر، المحكمه ادته مؤبد مع ان التحريات والشهود قال انه منتحر. طب ينفع واحد ينتحر يضرب نفسه اكتر من طلقه؟ ها؟ لو ايه؟ سلاح آلي، حلو قوي. أو كان ضرب نفسه أول طلقة في مكان
غير قاتل. يعني انا جايب سلاح اول مره في حياتي، انا رحت ناوي انتحر، فسالت احسن حاجه للانتحار او بصيت على النت اسرع حاجه ايه، ان انا استخدم سلاح ناجي. فرحت اشتريت سلاح وانا مرتبك ارتباك شديد. ده واحد، انتوا عارفين قرار الانتحار يعني ايه يا جماعه؟ هو مش قرار سهل، يعني مش قرار ان واحد رايح اتفرج على ماتش، ده قرار انتحار يعني. مش فواحد خد قرار زي كده، فمسك السلاح مرتبك ارتباك شديد، فمسك السلاح وهو ماسكه، فايده جت على الزناب، جت طلقه في رجله، وبعدين راح ماسك السلاح وراح ضربه فين؟ في راسه او في حته ثانيه قاتله، بس يشترط ان يكون حواليه فتح للدخول، في كل فتحه من الفتحتين دول لازم يكون علامه من علامات قرب اطلاق النار الخمسه اللي انا قلت لكم عليها. الخمسه. طيب، او يكون يستخدم سلاح آلي. في الحاله دي هتلاقي بتطلع دفعه ثلاث طلقات، والثلاث طلقات دي متجاوره. يعني ما ينفعش واحده في الراس والثانيه في البطن. تطلعوا الثلاثه ايه؟ متجاورين جنب بعض. فده يبقى دي انتحار. الاطلاق الجنائي بيبقى عكس الكلام ده، خمس فتحات دخول دي تنفع تكون انتحار؟ واحد عايز ينتحر ما ينفعش، ما نادر، ما فيش حالات شفناها واحد بينتحر بيضرب نفسه في العين. عادة ما بيبقاش عايز يشوه نفسه، بيضرب نفسه في مكان قاتل، فنادرا ما شفناش حالة واحد ده بيبقى اطلاق جنائي في العين. طيب، نيجي للخرطوش. خرطوش بيمشي كتلة واحدة مع بعض لغاية متر. يبقى الرش بيمشي كتلة واحدة مع بعضه لغاية متر. وبعد المتر لما يعمل ايه؟ يبتدي يفرش. فلغاية متر كل الرش بيخش من الفتحة دي. بعد متر لما تبقى المسافة من الفوهة لموضع الإصابة مترين، هتلاقي فتحة مركزية وانتشار 4 سنتي. طب 3 متر فتحة مركزية وانتشار 9 سنتي. بعد 3 متر عادة السلاح ده بيبقى فرصة ان هو يموت فرصة قليلة جدا. يعني 4 متر يديك انتشار 16 سنتي زي ما انت شايف. خلاص مبقاش في فتحة مركزية خالص. وبيبقى بيخش تحت الجلد ويتغرس تحت الجلد ويقف، ما يقدرش عادة يموت. نشوف الأسئلة بعد إذن سعادتك. يا باشا. هل يختلف الرسوب الدم في الفترة الزمنية من شخص إلى آخر؟ يعني الست ساعات والثمان ساعات ثابتة لدى الكل؟ لا، إحنا حددنا من 6 لـ8 ساعات يا جماعة، لأن هي دي الفترة الثابتة على معظم البشر. فهي الفترة تقريباً ثابتة من 6 لـ8 ساعات. وهل يختلف من الرجل للمرأة؟ لا، ما بيختلفش من الرجل للمرأة. هل يتوقف التيبس الرئوي بمجرد دخول الجثة الثلاجة؟ سؤال مهم جدا جدا. الثلاجات نوعين، ثلاجات تبريد وثلاجات تجميد. الستات كده تروح تجيب فرختين وتحط فرخة في ديب الفريزر، في الديب فريزر فوق في الفريزر يعني فوق، وفرخة في التلاجة تحت، وبصي عليهم بعد 3 أيام. اللي في الفريزر هتلاقيها زي ما هي، اللي في تحت هتلاقيها بدأت تخضر وبدأت تعفن. يبقى التلاجات التجميد تحفظ الجثث لعشرات السنين مفيش مشاكل، أما تلاجات التبريد بتقلل بتأخر على التعفن الرمني ولكنها ما بتوقفوش. واضح؟ نعم؟ انت مش هتعرف الا من المستشفى نفسها اذا كانت معروفه دي ثلاجات تجميد ولا